حالكم وياك لباس؟ ما شاء الله تبارك الله الحمد لله بخير. ما شاء الله نجبروكم وتحسن الجابر. ايش طاري فيكم وياك معكم باس؟ ما شاء الله تبارك الله. لا تعرف القط قلت لكم ذيك الساعه مره قلت لكم عني شنواسي لاحق التنقيس جماعه يا العقل من قبيل ونجلة وهاشم يا الجليل متوحشهم ما في التمشيت شنواسي لاحق التمجيل جماعة يا العقل من قبيل ونجلة وهاشم يا الجليل متوحشهم ما في التمشيت شنو حالي لا التمقيل بليبيزوتي ورا شي شنو حالي لا التمقيل بليبيزوتي ورا شي تعال لك يا حيول لعبد الجليل قال بليبيزوتي ورا شي تعظم الهرات وكنت تمريت ام الصيقان وانتك جليت حد مقيل فيهم ما راح من فم تعود التاسد بي تتروح لحسي الصلاح ويبات على حزمة تبكر العاد اللي ما هو مرتاح يجي لمة تمت البرم زاد الحيوان بالمراح شو المقيل طويل زين انا زاد شنو واسي شمواسي لاحق التنجيل اجماع يا العقل من قبيل ونجلة وهاشم يا الجليل متوحشهم ما في التمشي شنو هو حالي لا التمقيل بلي بيزوتي ورا شي هذا هو اللي عدلوا تركيك الساعه وقالوا قال سماوها قالوا ذاك الاسم اللي ما هو ذاك وصالح هو فعلا هذا ما شاء الله الادب زين وهذا ما شاء الله الا ان الشيء عندنا نسمعوا كاع منه الشيء ذاك هو قبال له يعود انا بعد عندي شيء جديد لهنا ومنين لا يسمعوا لكم نختارنا نختاركم تخمنوا لي سابق ونقول هو المن هو المن ومنين والوساني بعد بين اللي صاها لا نعرف عن ما شاء الله انتوما كرجال ادب وكرجال تراث وكرجال غنى نعرف انا عنكم ما شارب عنكم شي ما فات من ذكر تطوير ما فات تبلور ولا فات عادي قبالي قد يطرع على الرأي العام ذاك الوستاني نعود ما هم نعرف عنكم إذا قاع كافي ما شاء الله منه عنكم ضمنتوا طلعت الراس وتو إذا قاع قالوا التضمين وتو تضمين هو شبه له قاع اسم لا هي هي قال اها ذيك الساعه تعرف فهمك عرضت الفكره وتكلموا عن الشباب وشفتها ما لفتنا شفتها وشدينا اخبارها شدينا اخبارها وخذنا على ذاك كامل ونعتنا على عنها مثلا هم الستي في الواتن التالية منهم؟ جتنا مطلع طلع طلع قديم شفت يا اللي كان يقول هو شاسي كور بارا شفت يا وحدي يا انا لا عني انا من نفسي كيف قلت لكم اربع بناء عنا نعود ونسموا غنانا بدل النوع سليم ناك سليم هذا ما هو ما هو سليم انا متوقع ماذا فاتنا قلنا هو الوساني نعرف الرائد قلت استاذ شعت عن ذاك الاسم ولا قبلت تقول وراه هو محمد فاضل قال ويجعل يجعل فيها خير انا بعد قال ما هو ما نعرف عنك ما حد يقول يا اخي نعرف عنك مانك متبني نعرف عنك مانك متبني قدام مفقد متوه بالفكره بغير الحقيقه عنا قاع وتو لا قاع شعاقب يطلع من الشيزين ذاك هو اللي بعد انا بعد عندي طلعه ايش نبته؟ في التاقي لالت كان طميم شورك ذاك اللي تعرف قدي وكان طميم في دار ام يحيى وكان طميم في دار الحجمه غير الدهر اصله ما حكي واخباره ما هي من السجمه يتراتم من الشور والحزين من هجمه تعطيه الهجمه وتدخل زاد في ذاك الضير ولا خلى ضو ولا نجمه صايب غرضه يا غيره خير تكرد تخمامك باللجمة تلمن زين طلع زين حتى هذا الدكتور العلامة محمد المختار اللي بخيت زين حتى زين حتى زين حتى هذه قاعد هذه هامة من هامات الأدب اللي مثلا ما يقد حد يكون ايش نبدي طلع عمليا يطلع زين حتى في التقيلالة كان طميم شورك ذاك اللي تعرف قديم وكان طميم في دار ام يحيم وكان طميم في دار الحجمه غير الدهر اصله ما حكي واخباره ما هي من السجمه يتراتم من شور والحزين من هجمه تعطيه الهجمه وتدخل زاد في ذاك كبير ولا خلى ضو ولا نجمه صايب غرضه يا غيره خير تكرد تخمامك باللجمه يا الهي صرت اكلم زين حتى هاي كلمه من كلام الفيضان الاول هي هي من كلام الفيضان الاول هو باطل الادب مكرر باللجمه هذا صور الادب الرفيع هو من رجال الادب اللي حقيقي لا يا غير ما لقيت مرات الله يطول عمرنا عمره يا غير خالق من اللي راشد ثاني يطول عمرنا عمره زاد هو من هامات الادب من قال اسماعيل محمد يحضي خيرت ايوه خيرت الله وهل عنده شيء جديد؟ ما هو جديد غير بعد الطلعه نعرف عنها اذا عاد يعرضها حد اللي انا والله هو طلع الله نحكي عليك لما اللي زاد هي كريم والله كان قصه جديد والله درس ذاك اخبر فيه اسماعيل
غير بعد قطع عنها حد يعرف اسماعيل ويعرف غناه. الى تلفن لي والله اجبرني وقال لي عنه يحفظ نعود يعود يعود غلبني يعود قال لي نعود نقدر نقولها لكم بعض في جماعه الاخرى. ديارك سرقوه السراق ديارك سرقوه السراق ودفرتي ما هي ما هي تزمك ديارك سرقوه السراق ودفرتي ما هي تزمك ولا اهل يبقى قاع في الاخلاق انت قاع شرك بديارك يعمل زاد علينا الباق هذا من القبيض الحارك والسارق لعاد ملي بيه الشاف عليك ديارك سرق ديارك الحمد لله ما شافوا ملي تدفارك. هذا عدوي مولانا الله مزيان راه في حد يلا ديارك اللي زاد امي هذه منين هذه منين وتحد يحفظها لاسماعيل الحمد لله زاد امي غزيت هذه منين وتحد يحفظها لاسماعيل مهوان الحمد لله زاد تلفن علي والله غزيت ديارك سرقوه السراق ايه ودفرتي ما هي تسمعك والاهل يبقى قاع في الاخلاق انت قاع شنك بديارك بحال ويعمل زاد علينا الباق هذا من القبيض الحارك والسارق لعاد ملي بيه الشاف عليك ديارك سرق ديارك الحمد لله ما شاف ملي تدبارك الحمد لله ما شاف ملي تدبارك لا يسرقوا لا يسرقوا يلا لي مزيان ادب يلا حد الصهام يقول ادب يقول شي ذنب حق حق الله سمعته انا بعد قلت شو ما يعود مدح رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم قلت حامد لله اللي طاني قدره في الوزن قد نقول مدح رسول غنايه ماني مادح في غنايه يكون رسول صلى الله عليه وسلم مدح رسول ماله يكون كامل متناظر في الموسوم ومتناظر في النثر المتقون اللي جاب المقصد مسبول في الفاضل المديح المحسون الحسين على عرض وطول وماله مدح يكون عيون الحق اللي عنده مدلول ذوك واضح خالق مضمون في الموزون وفي النثر حفول وانا سابق جاب المسنون الدربيه شورو ونقول الحمد لله اللي طاني الحمد لله قدر الموزون الوزن قد نقول مدح رسول غنايه ماني مادح غنايه يكون رسول به المدح مال به المدح وفات الجليل مدحيله ما هو مستحيل غير نعود مرشخ وقليل ذاك الجايب منه محمود بيجي جهل السيره وسبيل ليد في الغنى والتطفول زين حتى ان شاء الله ما هو بيكامل وكثرت فيه المدح وتكميل مدحه ما يكمل ما يكمل به الطول ومقرش عني في تواصيل مدح رسول اللي لا نقول معلول وعني في التحصيل لا نقول لا شي معلول قالوا فات الجيل ورا جيل غير اسوء ماني قاطع مول نقول وندير تهليل لحفولي زين حتى وعمامه الحفول هو ونقولوا في المقيل وفي المبات نقولوا مشعول على قول وعليه نميل ونقولوا ونقولوا ونقول حمد الله اللي طاني نقول ونقول اغنايه ماني غنيتهم لي ذاك هذا بعد هو اللي قلت انا وراك تعرف مش بعان لك مني تتخرص لدب يا ولد يا لا مازال في حالك يا غير يا غير كيف لا يستطيع الاديب هو عصر انت تعرف عن عصر الضعف وعصر الانحطاط على الادب خلي ياسر من التلفاق ومن لكن فهمت حاجه وياسر من تقطيع الكلام والحروف المتقطعه والبيت اللي ينقر عليه الله وعلي لا هذا عصر الضعف عصر هذا ما هو ابداعات حق يلا فهمت في غير حد له يبدع يبدع في المعنى هذا كثير طلع على حكيت عليكم ستي في الوات يبدع مالي في الفاضل الحساني ديال اللي ستي في الوات ولا فيها كلمه صايبه عنها طلعت ومعنى رائع الله أعلم الله أعلم الله أعلم معناها في جميع الحالات واقع له نوع من الزين يا خلع معناها في جميع الحالات الله طلعت والعفة غزيت ايه والعفة ايه في جميع الحالات زينة وين وين تعود ما فيها العفة تعود ما فيها الزين غزيت لا لا هو الحق شوف هذا هو ياسر ياسر شوف خالق امور نختير ونفهموها ون الأديب أديب في كل عصر في كل عصر والأدب أدب في كل عصر غير الأدباء يختلفوا في الرؤى والقدرة على خلق الفرصة فرصة التعبير فرصة التعبير إيه التقاط تمام الفكرة شفت إلين يعود شفت هذه
كالحمد اللي ما شاه شافهم اللي تدفارك شافهم اللي تدفارك. هذا نوع هذا نوع من الانتهازيه. لكن قد يقولوا على السماعه لا دد اصلا قد نقولوا عنه قد نقولوا عنه هو قاعد ان شاء الله في الله يعرف اصلا قد نقولوا عنه به اللي يعرف معنا به اللي تعرف نوع من الانتهازيه حايد عن القياس. اقتنص هذه الصوره قبلها رائعه قبلها ولا قبلها نشاز قبلها عادة عقدة عادة حبة في العقد ما قلت شافش زين غريبة غريبة بها الزين ولو تعرف صاقر هالمعنى جاي صاقر هالمعنى جاي من عند سرقة الدية تم سوق المعنى جاي لي يقول لك الحمد لله ما شاء الله هو عمالي صورة زينة لا كيف الراس اللي محمد الصغير الله يرحمه اللي قال ضعف عقلي بدا التلهيه كان اسلوبها متمت ولين قرابت عادت فيه من بعد ضعف قوه شوف ذيك من بعد ضعف قوه لو دلها عن ضعف عقل ذات خلق الله الله فهمت مثلا جاب لها موجبها بشكل سلس سلس والسارق العادم اللي بيه الشافع عليك ديارك سرق ديارك الحمد لله ما شاء الله تبارك هذه ياقوت العلى صرق ياقوت هذه ياقوت ياقوت لحمه شفت انا نقول لهم هون دائما استاذ اسماعيل اسماعيل انا نقول لهم هون استاذ قلت لكم اللي من النوادر والله قاع كيف قلت لك عني حد قال لي عنه يحفظها ما هانه ولا هو من المصدر اليوم من ذي جماعه وقالها لي وعاد مقتنع من عنها حق ماني لهي نجي حد ندور نقول لكم عنه اتصل علي وقال لي عنه يعرف انا انا اسماعيل يعرف عنه يحفظها ياك زي ما قلت ياك اللي تحفظها خالق مش معلقنا شوف 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 هذه ذي ذي طلعه تدل على الملاهه محد وطريف ايضا يا كان اصبح ذا الخلق ذرور شنواسو ما هنا مكتوب يلي مستوره يلي ما مستور المستور من دونه جيب له نمزو اسمع عنا يا كان اصبح ذا الخلق ذرور شنواسو ما هنا مكتوب يلي ما مستور المستور من دونه جيب له نمزو يصلح بهم هذا مخسور ويفرح بهم قلب المحزون جيب مزون الحكم الحكم بالقدور ويجيب مزون الحكم بالمزون يجيب مزون الحكم هذا محمد احمد يورا محمد احمد يورا والله صحيح اخير صلى الله عليه هذا محمد احمد يورا من اغناه اللي ما هو متداول مكتور هذه بعد تكلم من كلام البيضان حق مكتور واللي ما هو من كلام البيضان كانوا يصلح يصلح بهم هذا مخسور مخسور زي ما هي تعرف كانوا مكتور اللي قاعد من استاذ دده انتم من قلتوا عن محمد احمد يورا الكلام تحسنت تحسنت عاشت قاعد هذه مكتور ضد هذه مكتور شو سمعتنا هذه مثلا الناس اللي حالنا ما هي بعيد ما يعرفونها تنقال قارح الجمال مكتور تنقال مركوب وتو غير احنا البن نقولوا هذا مركوب البن والله تنقال مركوب عليها لحق طبعا انا واحد من الغير واحد من وياك ماكم ليش تروح لنا مركوب مركوب الحمير ينقال له مكتور شي كان مكتور نو مكتور احنا قابلين احنا قابلين عود عندنا مكتور احنا مكتور نجمل يا دده اعرف شي كامل يركب الحيوان حنين شي كامل يركب الحيوان ويرتفد عليه يدبش قال له مكتور شفت اللي نقول انا ما قلت يسوى الصعاد حمار حنين يسوى عاد بقد وسوى عاد قالوا شفتوا ايه وسوى عاد قالوا له شوف قالوا له قال له هو يرد خبر واحد بعد قديم يرد خبر قابو قال واحد ما هو قابو هذا شرتات إذا شرتات قال ما خيت شرتات انا بشرتات انا بعد قاعد انا بعد شرتات نقول له قهوه ايوه شفت شفت اللي بيقول ذاك شفت مجمل شفت شفت هذا انا ما قلت لك مكتور كما هو جمل انا قلت انه مكتور بكلام البيضان حنين انا قلت انه مكتور بكلام البيضان اللي بعد اقلت انا عليها تنقال دابه كامله يرتفد عليها الدبش والله ترتكب قال لها مكتور الزيت اللي قلت يرتفد عليها الدبش والله ترتكب احنا ذو دبشنا ما نربدو ما هو على جمال ولا نربدو لاك حد لاك حد معناه انه مكتور بالنسبه لنا جمال جمال واضح واضح انا يا غير حنين احنا ما مخرصين الجهات وكذا ولا انا مخرصين ينقال عند من احنا مخرصين هذا مكتور عند الكلمه من كلام البيضاء اصيله
أصيلة. وأمكاتير يجيبوا لنا أمكاتير. يجيب لنا محاضرة حول مكتور وكلام البيضاء. وقع شفت الحقيقة. كلنا احنا حنا الواقف ما يعرفوا مكتور شنو معنى. يعرف أحد؟ أخذ قريقة ما يعرف. شفت احنا وارك عندي عندنا أشبه فينا نعود ونعرفوا بعد. على عن ذلك كان خالق من لدب. لا ما زال قد يتم عود خالق. فعلا. به اللي هذاك كيف قلنا طلع الاثنين حكيناه انا من حكيت لي حد الحد يطولها بينه وبيه محمد مختار اللبا اختي نحكي لك هيك طلع الحد يطولها بينه وبيه زاد هو محمد اسماعيل محمد يحوي اياك يعودوا مثالين على رجال ادب الحمد لله يطولها بينه وبيهم مازالوا قعود وهم يقولوا ذا النوع من الادب الزين معناها عن التطوير العاد له يخلق والعاد الابداع له يخلق يلا لي مزين الابداع في المعنى يلا لي مزين الابداع في المعنى هو قائلين يعود ما فيه المعنى ما ينقلوا الابداع تارك انت منين سمعتوا يطلع عليكم اللي ادبا زياره عندكم ويلين ما ممكن فيكم ويلين ما يعود زين تناولوا المعنى زين تناولوا المعنى ويلين ما يعود فيه ابداع ما ينقلوا الادب ما ينقلوا الادب معناها عنه منين يتخرص ينقلوا الليل وليل والنهار ونهار والخيل وخيل والحمار معناها عنه ما هو سحر ما هو سحر انه من البيان الى السحر ما هو معناها عن فيه بوسوير انا فهمت معناها انك منين تتخرص يا هو أنا أيضا أقول لكم أيضا أضرب لكم مثال بطلعة رباة وأيضا أضرب لكم بها مثال لا ما زلت أضرب بها مثال بيجي متن لذلك الحمد لله من زل أعلى نحن الله ليك شنو طلعة الحبس طلعة عارف يا العقل عارف يا البال ان التجال اللي في عارف عارف طلعه رائعه ذيك التساؤلات نال من هي كلها تساؤلات احكيها به المشاهدين يا ويحتجوا اعلن يقبل واحد منا راس مساله ونفهمه كاملين ونسكته ما وصلناها احكيها لهم عارف يا البال ان التجال في الجملانيه ما زال فم حقه انه عرفها هو افطن هو افطن خلاك في ربطه راس هذا قال هذه التساؤلات التبهليل معروف تبهليل وهو يعرف ما خليك عارف يا البال ان التجارب الجملانيه ما زال فم وعارف عن هي البال مسيرها بينات وواقع والقليب اللي شرق بذي الحال فم وفم بلد الماخر وقليب التمايا ما حد يلي يعمل نيمان واخر عن بلو التيذو ما زاد الماخر ما زالت ماخر سكي حاس بي ما زلت كامل سكي ايش لا يخلق لك اذا حسيت به قولي 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 لك طارك شنو سكي 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 ولا توفى سكي ما نكريك تفهم من طلعت هذا الرجل هذه الهامه العظيمه من الادب من هامات التفكير ومن هامات يا كان هذا راك يا خياتيني حد لا يطوره يقول شي خير منه هذا حق بقى عارف يا البال ان التجارب الجملانيه ما زال فهم راهو كاع ما زال فهم ايوا وعارف عن هاي البال مسيلها بينات واخر هي والقرايب اللي شعر بذي الحال وفم بلاد الماخر هي نعرفها بقى وقريب التزاهم حاد اللي يعمل نيمان واخر عم بلو هي نعرفها سكي وتيدو ما زاد الماخر ما زاد انا لا نعرفه كام ايوا شنو معناه ماذا يريد الاديب من خلال هذا الكلام انه يوصل لك هي معروف ذا النوع من التساؤلات معروف انه نوع من التبهليل لا حول ولا قوة الا بالله نوع من التبهليل ما هو شيء من درتي كان الملعوق سويق التيدوم المحروق اللي كان على طوق الفوق مقدم لمعارضة له كان الفوق على ظهر الطوق كانوا مازال من درتي كان اللي كان هو يعرف هو عندك عنه هذا خالق ايوه خالق قاعد الواي يوم اللي بعد من شوف 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 ذا القافلة الشيخ محمد سالم العدو اخرت شوف مزيان اخرت رحمت شوفني يا ربي عجلان عاقب بو قرنين تواهيج اخدودة دوقج ونجملان واخدودة الاجواد وخديش زين حتى خديش نعرف بعد لك الا روايه راهي لك خديش هذه راهي لك خديش هذه حامله ياسر من المعاني الله الله اللي نعرف بعد عنها منين عادت خديش وقايلها محمد سالم العدل ما لا هي توكل بها الجل النار ولا توكل بها الأرض أكل عليك الصيفة أكل عليك الصيفة أكل عليك الصيفة هو صقع إن تسمع له قاف ثاني محمد سالم العدو ذاك زاد هو ظاهرة راهي لكم الناس ما درستها أسك يا عقلي لا تجنبية من شوف أجنبية ولا هو عنك لا شفت أجنبية تجنبية تجنبية دارك العقل من الديار حيلك عنها لأن دارس وفيها لك كل عار وفيها تكدارك لا ترحل انا شو دارك لا دارك ما دارك وتمر عدارك لا تعن عن دارك واللي دارك وشكر لك دارك خير من دارك لا تنسى دارك الله يرحمه عبد الله يلبس تقول الحسين اللي عيده عنده زاد هو لون من الغنى انا زين عندي حتى
يقول بل من قدم بالله رق انت اسمع قلت نصل الحق بانك نزلت مريم بقدم بالله نزلت حق الله شتك بالله الله عنده شتك بالله حق الله حق نزلت بقدم بالله والله ما هو بقدم بالله بالرق كل شهر بقدم بالله هذا نوع من نوع من التساؤل هو كيف التساؤل اللي طريقتهم هذا طريف هذا التساؤل هذا التساؤل تساؤل المفاجأة ذاك تساؤل تبهلي يا غير ذا تساؤل المفاجأة هو تم عالم شيء قال له راعيهم لك نزلوهم نزلوهم بعد قاعدة لا هي بعد قاعدة ما شاء الله ذكرى لا لا هي يا مس عند الكركار جاوا علينا خطار قالوا ما عن ابن محارة اهلوا نزلوا بقي علم بها بكار وش حدا بيقول لا حسيت بالاخبار اللي عاد اللي ما انا يا المعبود لو كنت علم تقبلين من بقي ما تقبلين لك يعرف عنهم بقي ايه يعرف عنهم بقي ما هم مارطينه ايه معناها هو هذا نزلت حق الله حق لا بال لا هذا النوع من التفاعل هذا تعرف بل منين قدم بالله رق انت اسمع قلت النص الحق انك نزلت مريم في قدم بالله نزلت حق الله شتك بالله حق الله حق شوف هذا التساؤل هذا النوع نزلت في قدم بالله والله هذا التساؤل هذا بل منين هذا تعرفون هذا الالحاح هذا الالحاح وهذا هون ما هو كيف يوخر هي اللي الاخر يعرف عن ذاك خلق يا غير اللي قايل لك عنه توف تماما توف ولا هو قايل لك الاسباب ذاك تساؤل ومريم ما هو شاد اخبار ذاك تساؤل التبهليل هذا تساؤل ذاك تساؤل التبهليل وهذا تساؤل البحث عن الاخبار واذا مولي هي غزيت مولي هذا حل لك الراس قال لك عنه الوسائل يرتبط بالمنين يقدم بالله رق بها مريم بالمنين يقدم بالله رق انت اسمع قلت الناس الحق انك نزلت مريم اذا ما فهمت يا قضيه اخرى لو اخر ما تعرف قاعد اللي رابطه بلي شنو المهم ان كان هو بعد مازال ماخو مازال هو بعد مازال بلي الله اللي اعود عالم يا البال عندنا كامل مازال بلي الصح لك اخبر فيها بال هذا الابداع اكتشفت هذا هو الوستاني نقول لك عند معاني هذا الجيل اللي حارك وهذه الناس اللي تغني لك كامله هذا الواقيش من اللي قلت لك مبدعين هذو الناس اللي مبدعين في المعاني صدق حق حق الكيل هذا هو الابداع خلاص خلص المحتوى انت قط شفت وانا نعتبر دائما نضرب به مثال للشباب وللناس هذا اللي قال دمبه هذا على سبيل المثال والمداح لك مغني بعد ذاك الراجل ولدي طلع اذن لله نحكي عليك غريب طلع اذن لله نحكي عليك يدل على هذا هو التشديد التشديد به اللي جدت من المعاني محمد لهالدار وصوا له محمد لهالدار وصوا له محمد وصيه معروفه منين جاءت الفكره دمبه وهموا عنه يعد الوصية لولده فاضل أحمد تخمم عنه وكأنه جال هذا ولده تخمم عنه وكأنه جالس مع محمد مع محمد وعادي خاطبه هذا لدب هذا دي اللي وصى محمد فات عليه محمد محمد ذا الآخر ضعيف لشيات وإليه مصي زاد أحمد وكأنه يجالس الرجل يا غير مع وقار واحترام انا نعرف انك كنت لك درجة السابقي يا غير انا بما امس استجد امور تمشرير تميكير ياسم الامور يا الله تحد ينصح عنها اولاده وينصح عنها الاجيال انا قلت الان فاصل فعني نجدد في مجال النصح هذا هو الرسالة الهام يبلغ وكان رائعا محمد كان رائعا اجاد وافاد الرسول ولذلك هذا النوع من اللغنة حق زين الغزل وزين الترفيه عنه يقول هذا النوع من الغنى هو اللي يلا يتم يمسح عنه الستار وينشاف يا كاش يا كزيد الناس حتى شفت قيم واخلاق ومكارم حتى شفت يجدد لك الواحد يجدد لك واحد الفكره يلين يجيب لك يلخصها لك في جمله قصيفه يا غير هذه الجمله تقد تعدل عليها اسفار ذاك هو الزين ذاك هو الوعر نعرف حد الشطنة بعد عن حد وفوت مارة رد عنه دهر بعيد ولا قد
به الشطن والبعد يجي يتوحش ذاك الحد الشد التوحاش وتنظن عليه يا غير انا ما نعرف حد يتوحش حد راعي فيه شفت ذي ضرك ذي انا ما نعرف حد يتوحش حد راعي فيه هذه قمه التجديد زلين قال له زلين قال له منهجية التفكير الآني لحظة بلا غضون مطلقا معناها أنه بعد هو متوحش أه. الماضي كامل وفى والمستقبل ما هو خالق الخالق ذيك اللحظة ذيك اللحظة اللي هو عايش والله فهمت هو فهم بعد أنه متوحش ذاك الشخص اللي راعي في حاله غير قاع ما قط شافه الزمن كامل الزمن كامل متوقف عند ذيك التخريصة الله أنا ما انا ما نعرف حد يتوحش حد يراعي فيه يراعي فيه تعرفون هذا قاع هو ملخص شفت حد يتوحش حد يراعي فيه ذي اللي سابقها خليها عنك ايش تجبر والله تجبر عنك في لحظه لحظه كيف اللي خرجت من الزمان ومن المكان تعرف هذا خلات مطروحه افتقى الوزع تلا خالق الله هي كيف 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 بلاد كيف بلاد ولها الدار الثانيه والله والله نزلت في الليل على بتر البلاد الامارات اخرى هذه البلاد الامارات اخرى هذا الاعلاب عاد هما كل شيء وبلاد الله الباقيه الاخرى هذه اخرى حتى اخرى ما تاتي في غالب اخرى البلاد عباره عن ذوك الاعلاب وانتهت المساله هل تعرف هو اللي اخرى تنقال بلاد الله الاخرى طويله لعريض والله هل تعرف المجبورات اللي كنت نقول لك؟ قلت لك على عنه هل تعرف قلت توحش حد يراعي فيه كيف فلي اللي عندنا مجتمعين والله اللي عندنا مفترقين ما تحش اللي بين العينين وسبت ذاك الصيغ فردي ما تمرق قلبي قاعد تمام دور تحش شفت القايده التشويق ما تمرق عيني قاع ما تمرق قلبي قاعد دور تحش وعلى فلي غيد ياك تطيحي في خلافي كيف اللي قطمرقتي شفت منين يقول فلي اللي عندنا مجتمعين والله اللي عندنا مفترقين ما تحش اللي بين العينين وسبت ذاك الصيغ فردي ما تمرق قلبي قاعد دور تحش وعلى فلي غيد مثلا خارج غير مشوبات ما نرجع لك عن اللي قلت لك في اخبار التشديد اللي عاد تدخل به اللي يفيد الناس ويفيد وخصوصا الشباب واليوم دمبر والله دمبر زين عندي حتى بهم اللي شفت طلع كلهم خمسه كلهم خمسه طلع محمد يرحم طلع محمد خمسه وطلعوا هو خمسه يا غير الرجل اللي قال في القاف عدلوا اجت اللي وصى محمد فات عليه محمد ومحمد الاخر ضايف له شيات عليهم مصي زاد احمد تخميمه يا احمد ما ترفع عسك منها وادفع عن حد مزينها لك حد زينها لك ما فيه انفع تخميمه يا احمد ما تنفع عسك منها واقلع كنبتها من راسك وادفع عن حد مزينها لك حد زينها لك ما فيه انفع اسمع كيف رقاش عنده بعد قاع هذا من حد بعد قاع يعرف هذا من مكارم الاخلاق ومحاسن العادات الله كافي قاع سويقوا ما ينظموا تخميمه يا احمد ما تنفع عسك منها واقلع كنبتها من راسك وادفع عن حد مزينها لك حد زينها لك ما في انفع ادفع عنه حق وبعد منه حق وزلت لسع عسك منها يعقب يشتد اخبارها في الضيق ورتع ثم الله في بلد متاكد عنه مرتع وانك تسمع فيه لا جيت وياك احمد كون يدعت منين تجي يعود من خيانه لاحمد مسكي بلدي عرفه لك فهمت حقك ورتع ثم الله في بلد متاكد عنه مرتع وانك تسمع فيه لا جيت ذاك احمد يعرفوك مثلا ما يعرفك يخسرك شفت المعنى ما هو مجهول ايه برد راسك شوف هذا كامل هذا قاعد ينهون من دوره كل شاب وكل كهل وكل رقاش اليوم يتحلى بهذه الصفات برد راسك غير مصيك يا احمد لا يطرح حد عليك الطنز ولا يشرم عينيك معروف وطيه لقد حد ولا زاد يشيل عليك حد ولا يبلغ فيك الحد من الاحترام اللي عاطيك ولا تكره حد ولا تحسد حد وسرك زاد نبريك هم اللي من تعطيه زين حتى وتمم شعمت لا يعكل بيك الدهر لا تمم شعمت ولا تقبل حد يقرر فيك عزة محمد اللي هو والده إن الفتاة من يقولها أنا ليس الفتاة من يقولها لا تقبل حد يقرر فيك عزة محمد يعني قايل لك ما يعني غير اللي حاني تحضر بعد في ذيك العزة رانك فيك الساعة فيها لا تزهد لا تزهد منين تفوت انت تعدل راسك عزه الله اه لا تزهد فيها لا يتم حد يقرر فيك انا ولا انا افترينا انك نبغي ذنبه خليه عنا عدل انت راسك عزه شفت حق الله هذا من محاوله ان يكون الشاب عصامي محاوله ان يكون سيد محاوله هذا تجديد عظيم وهو راه هو ملاذ الزمعه نص تاريخي عظيم
احضر وتجوكل واستقام، ولا ترضى يكون مقام كبير، لا ترضى يكون، لا ترضى يا محمد مقام صغير، ولا تجهل الاحكام اللي قال الراشد. قال هو اللي قالها، قال عن بيناتهم الضلاله، غير فعلا بينهم ضلاله ورحم وقطع عنه منقلي والمقصد واحد، يا غير قطع عنه هو اضاف شيئا. الله حق الله. احضر وتجوكل واستقام، ولا ترضى يكون مقام كبير، ولا تسمع لكلام في حد، وعسك لا ترتد فساغه واقف قدام الناس وبرد، لا تنعد من قوم الصنعه والترام رخي لحمه، وارتاح وارتاح والصد زاد لفوق، ولا فيك عظام عود ولا انك غاير من حد. تسمعت من زين صعد الراشد اشاده وافاده بهذه النصيحه. الله احضر وتجوكل واستقام، ولا ترضى يكون المقام كبير، ولا تسمع لكلام في حد، وعسك لا ترتد فساغه واقف قدام الناس وبرد، لا تنعد من قوم الصنعه والترام رخي لحمك، وارتاح وصد زاد الفوق، ولا فيك عظام عود ولا انك غاير من حد. زين هذا غريب. استك من مجلس طربه زاد معناك منه لهيت نسات، وخفف فتمي كيلو المراد، سلم توف وخف وسند وسكت وتفطن واستفات، ولا تتقالع فر مع حد الكلام، وقلل في التحشاد والبد، وعسك من تلفت خطيب فم الحاسي، وابعاد من التيتير وزين الرد. وبعدين يقول لك سعد ما تحقر، هذه كلها صفات ظهرت ورا محمد واضافها الرجل. خطيت فم الحاس دينك، دينك عس عليه. اسمع يطلع مزيان، هو فيها كثير من مكارم الاخلاق. دينك عس عليه وسهديه بالعلم، لا بد لك من دينك عس عليه وسهديه بالعلم والاخلاق، ونميه زاد بالمروه، شي ما فيه المروه خبره ما يشتد. ولا تتمرد شي ما اعطيه مولانا، محال يزيد منه حد، وهذا وجيه، واضمن لي يعطيك النقصا عن شطيته ما يعلم به حد. اسمعوا هذه الكلمه، هذا في الوقت قمه مكارم الاخلاق. واضمن لي يعطيك النقصا، دينك عس عليه وسهديه بالعلم والاخلاق، ونميه زاد بالمروه، شي ما فيه المروه خبره ما يشتد. ولا تتمرد شي ما اعطيه مولانا، محال يزيد منه حد، وهذا وجيه، واضمن لي يعطيك النقصة عن شطيته ما يعلم بي حد، وعنك يا احمد ما حد حد بهمه فيك تحاني. لك ما تحقرت وش انا ما حد حد بهمه فيك تحاني وتخرص من همه، شد قد تعدل مسكين، لا قلت عليه ما هو وقت الزنفه واليد، وقت حطامع فيك، ما هو وقت الزنفه واليد، واسوى قاع الالهي به يصدر لا يصدر ممرد. واضمن لي يعطيك النقص عن شطيته ما يعلم به احد، وعنك يا احمد ما حد حد بهمه فيك تحاني وتخلص منهم، وشد قد تعدل ما ثقلت عليه ما هو وقت الزنفه واليد، واسوى قاع الالهي به يصدر لا يصدر ممرد. فعرف عنك ذاك مواسي زاد الله للواحد الاحد. عرف عنك ذاك مواسي زاد الله للواحد الاحد. ومنين تواسيه الخط، ومنين الخاطيه تواسيه، احمرك تخبارك يا احمد. هذا هو التجديد، انا اعتبره هو قطعا شفت هذا هو التجديد. الدم بقط شفت يا ابوي، انا كتبت تعليق على هذا النص هذا يا استاذ دد، انا اعتبره هو التجديد العظيم به للرجل، اشاره رجلا عظيما في التاريخ معروف بنفس الراوي ونفس البت، لكن خالقين اخلاق طراور الراشد عسس هو منها من جديد. التيتير ما هو في دهر محمد، التيتير ما هو في دهر محمد، ما هو في دهر محمد، وزين الرد واحد يظل يقعد على عند عند راسه كيف تعلي محمد علي اللي رد اخباره محمد بن سيد ابراهيم، هذا ما كان خالد محمد قاع ما كان قلت الادب وقلت الاخلاق، ما هو خالد، ما كان حد ينقال له اذا جاك حطام فيك والله جاك حد دار عندك شيء لا تنفخ عليه، ما كان ينقال به اللي ما كان خالد الا باشا طلب حد حد يعطيك ويعطيك وينسى عن نفات اعطاك ويعطيك، هي كانت اخلاق القضاء. اليوم منين دار عند ولد ايش انشح لك؟ لا هو يوصي اطرى ورا محمد، اللي اطرى ورا محمد الهدار هو اسس من هو العسس من الولاد عظيمه. شفت هذا هو التجديد، سيدي محمد ذاك اللي شيك ساعه ما انسى شيء. دنبا عنده ميزه انه ذاك اللي لاهي يقول سوى شنو مهما كان قصيف لاهي يطرى فيه طعمه الادب اهديب وما تذوقها هو فطن. ايك ساعه حاجه لك استاذ كبير، الحادث اللي قطع عندلت تقلبت بيا السياره بين المهور، بين المهور ايش في يا ربي، وين محمد الامين السالك
ضد من المدير وزير السالك. يدير في المدير السالك. وفطن ولمانو. بسيط. الله. وقريب. والله. ولمانو معروفين. تعرف. معروفين بزين قرايح ومعروفين ب. والله. أنت قاعد شفتي المنظومة الأخلاقية اللي هي طلعت خمسة. غريب. حد واحد لا أحد يعرف لا أحد يعرف ما هو نثرا قاعد وطوف. هذا إنسان فاضل. باب أحرايح حد قد يرتب هذا الترتيب. الجميل اللي ظاهر فيه على أنه. على مولانا العاد محمد الهدار نصح والده يهو زاد اللي صح في المولد احمد صح والله والله بنصح وبدا ينصح كل الاجيال يقول لك هذا النوع من الادب انت عندك هذا النوع من الادب يا الله يجي في بالو انا قلت لفلان وقلت لفلان وقال لي فلان وقلت لفلان ما يقص هذا هو هذا هو المهم هذا هو اللي يبقى شفت فهم لكل مقام مقاله ياك صح ولكل حالة لبوسها حق شفت مجال التوجيه مجال رحب يغير الناس ما يكلم فيه ايه ياك لماذا عندك بيه اللي يقدر يتكلم فيه الا العمالقة الزيت ما كل حد يقدر يتكلم في مجال التوجيه الزيت ايه افهم والمجالات الاخرى مساعدة على راسها كيف تيرس تيرس الشعر فيها ما هو صعب دي اللي مساعدة على راسه زين حتى فهمت بين القريحة فمشي تماما فهم ما يثيرها بينما التوجيه حالة رائع جدية لا هي قد يتناولها لا رقاش قادر عليه يتناولها خبرة مجربة قادر عليه يتناولها هو يقدر يجرب غير ما يتناول خبرة عنده خبرة هو قادر عليه يتناولها وبالتالي ما طرحت له مشكلة إلا أنت لله يتكلم ما طرحت له مشكلة ولا عاد عنده غضاضة في عدل مقيمه أنه أراه مصيب ذاك اللي وصى به هو قاعد هو اللي وصى به الأدب سلفه محمد مصى به محمد الأمانة الأمانة الله قال محمد أراه مصيب ذاك يا غير زايد وبذا جديد محمد ذلوخر تعرف زين ذلوخر تعرف زيد اللي قلت جديد به اللي ولا هديب محمد زيد اللي قلت جديد به اللي هو فعلا اللي زاد معناها عنها اضافه في مجال التوجيه اضافه في مجال التوجيه والله مجال ادب التوجيه وخصوصا اليوم فعلا اليوم وراهي لك ملحوقه على ذا النوع من الادب غزي وملحوقه على ذا النوع من القيم يلود الترسيخ من جديد من يا اخوي ذي الناس عاد عجالة عن تخمامها الله يبارك في نبيكم صح عاد تبحث عن شيات كيف تشي ما هي واضحة لها فهمت الواحد ذا هو اللي يفكر فيه السيارة واللي يفكر فيه ذاك اللي ورا السيارة واللي يفكر فيه ذيك اللبسة واللي يفكر فيه ذاك كذا واللي يفكر فيه نوع الهاتف واللي يفكر وهذا ذي أمور سطحية وهذا مقارنة مع الحياة بجوهرها جوهرها نعم نعم فهمت نعم هذا ما شينا رجاجي لا فكر فيه يا غير يفكر فيه بطرقه ما هو كل الطرق بطرقه اللي يفكر فيه به طرق النبي للمسيح عنه بطرقه اللي يبحث عنه والبحث عنه ما هو هدف ما يعود هو الهدف اللي يبحث عنه عود وسيلة لتطوير الحياة من أجل الخلق وسيلة لزرع هذه القيم تمام هو بالضبط صحيح لذلك هذا الناس تعتبره تجديد هذا زين تحيله هذا هذا جامع راه ولك من يتخلص محمد جامع عن قال محمد عدل خمسة خمسة هو عدل خمسة الأخلاق اللي كانت والأخلاق اللي عاد شفت هو قاع شد الأخبار فيه برد برد غزل سبحان الله سبحان الله شد الأخبار فيه برد سبحان الله أي وصى هذا جانب الجانب الآخر من الأدب هو الجانب الوجداني الوجداني والترفيهي الوجداني أساسا إلين يدخل مجال الترفيه يقد يقصف عن مرحلة التعبير يعود عاد تعبير آني يا غير ما هو مهيئ لعود يعيش لماذا؟ لأنه دخل ما هو مهيئ ليستمر هي تماما لأنه دخل في دائرة ما تحميه مناعة ما هي قوية هي. ما تحميه الدائره اللي يدخل فيها ما تحميه انا معقول حتى الزريبه اللي يدخل فيها ما تحميه زين حتى هي زريبه الترفيه الوعاء هو الوجدان معاناه تتجلى في ياسر تتجلى في الغزل العادي وتتجلى في الغزل المرتبط
بالمراحل والارض كيف طلعت لبن؟ يلا اصلت كيف تحزا كيف طلعت لبن؟ وكيف راهو غرك يعود قريديف خره؟ عارف يلا والباقي عاد خريف والسدره لحقتهم بالسيف وعليها الاولاد سواريت من من ذرك اللورا يا لطيف يجف الماء ويبطيتيت حنيتك يا الحي السبحان محزم لي عارض تي وشيت وعارض بقريه ونقيوان وانا نسدر في زقريت شوف هاي الوجدان قطعا هذا 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 ابو سيف ولا 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 والهنون العبيدي اه عظيم عظيم معناها شفت هذا ذا ذرك زاد هو جانب من جوانب التعبير الادبي الرايع من جوانب التعبير الادبي ذا اللي قلت لك اللي غزر صريح ومطروح يا غير طايب يا غير انا ما نعرف حد يتوحش حد راعيه والله والله هذه ذرك نقله نقلة كان الحمد لله ما صار تماما كان الحمد لله الحمد لله ما شاف ما شاف ما شاف ملي تبارك الحمد لله يا واد الحمد لله ما شاف ملي تبارك يا اخي كان الحمد لله ما شاف ملي تبارك اخوي كان الحمد لله ما شاف ملي تبارك يا اخوي ما هي ما هي ما هي ما هي سهلة ما هي سهلة صار عقلك سخر طبيعي انا شفت ظرك الحالات ظرك الحالات تجعل من 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 القدرة على التعبير ضرورة والقدرة من على التعبير صاحبها لابد له من يعود فهم شي محركه شوف دنبه حركت أجيال راعي فيها ضايعة ولا يبقي محمد يمشي ولا يبقي أحمد يمشي كيفته قولوا هامو ما يبقي أحمد يمشي يعطي تجربته فات شاف أجيال من اللي مشات هو عاش بينه هو وأحمد تماما والله هو هذا تجارب يجمع هذا في ذا المجال ذاك زاد عبر في مجال آخر الدنيا كاملة تتلخص عنده في لحظة لحظة تخرس يتلخص فيها الماضي والحاضر ينقطع الماضي ينقطع المستقبل وتبقى نقطة الحاضر جوهر الحاضر بؤرة صح صح شفت انا هي اللي سميتها فعلا هي اللي عبرت لك بها بلحظة بلا غضون والله الا تعبير زين مثلا لحظة ما عندها اول ولا عقاب به اللي الزمن كامل تلخص فيه حصل استاذ هذا اللي همكم هذا اللي حاسين به وهمكم تقولوا ما انكم له تقولوا به اللي احساسكم انتم كاديب وكمرحف الحس انت تروح توصل للراي العام يا غير الاحساس اللي عندكم هو احساس الاديب لا كيف اللي تاك عدل رقبة ما قد يتكلم هو ما قال لك الموجب فعلا خالق لحظه هي ينقطع فيها الماضي مع الحاضر يا غير ما قد تفسيرها ما قد يعبر عنه ما قد تعبر عنه هو ذاك هو الكامل ذاك الحاس به هو تفسيرك تماما شفت ذاك الحاس به فهم تمام اللي ما محاول انك تعطيه للاخر يا غير ذاك راك هو تفسير عندي شعور لاحمد مرحبا منه كل بليدي تمشي منه طش ما لاقي حق تولي تفعله بالطاف اللي يمشي هذا هو شعور الاديب شفت الاديب منين ما يعود ما قالت عنك صفره ما انت تبكي بيك النقضان وانا قايل عن قاع مره ما نقضت وصفار التشيان الاحساس نقضت وصفار التشيان هذا احساس هو هي الروح. الرؤيه الرؤيه خاصه الرؤيه ما هي عامه رؤيه محمد فاضل ما هي رؤيه اتقان وهكذا فهمت مثلا كل شخص عنده رؤيته هو فعلا قايل انا عن في عالم في كيف قلت لي كل مقام مقال لكل حديث فعلا في عالم الغزل وفي عالم الوجدان يجب ان يكون هناك ابداع تماما كيف العدد الاجتماعي اللي قلت الاول كنت قايس فاهموا ان يجب ان يكون هناك ابداع كنت قايس ان هذا ان هذا شفت الحياه اللي يثريها الماده الادبيه والماده الادبيه بمختلف انواعها سليمه فهمت الين تعود الماده الادبيه ركيكه ضحلت المعنى عبارة عن اشترار تعود ما ينقال لها مادة أدبية ولا يحفظون لا تأتين من البيان إلى سحر ما الله بعيد من ذلك إلين تعود المادة الأدبية قد يعود فيها بيت واحد ينقال له بيت القصيد يا غير ذا البيت سبقوش يمهد له وحقبوش يلخصه يا غير عاد هو المركز هو من حلق لهذا
تمام يا غير لابد له من يخلق ذاك البيت ويرتبط بما قبله وما بعده. نفس الشيء في التافلويد، تافلويد الهدار غير انا ما نعرف حد يتوحش حد يراعي فيه، هذا مهد لها بعيد ومشطن ولا قد يجي ولا جبر الاخبار ولا جبر، هذا هذا حق له يتوحش. يا غير الصبعد اللي كاش قاعد متفن وقاعد الثاني متفن قدامه يتوحشوا يتوحشوا يعبر وياك اللي ما هي قال يهتم وياك هذه اللي ما مستخلط لك معناها اللي ما هي قال ما هو قال يتفقد بها اللي ما قال تفقد خلاف تمام هي مستخلط شفت 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 اي اي رقاج هامه يقول هامه يقول الغنى هامه يقول الشعر الحساني سواء كان وجدان بجوانبه كامله الغزل بكاء على الاطلال غيره او توجيه او مدح للرسول صلى الله عليه وسلم يا الله يعود ذل الله يقول ذل الله يقول رافد معاني الى سمعها رقاش يستفاد معنى جديد وهذا مالي ما هو يستفاد معنى جديد شفت هذا يخلق الادباء الادباء يفوت عليهم راهو لك هو الذي مع الاديب يفوت عليه شو المختار والهدار عجب تركته مره عجب ما شاء الله لا في محمد ما زين قريحته وقال لهم انا عندي بيت العرب ندوركم ترجموه له قالوا له اعمل له هاك قال لهم راى فحب فرام الوصل فامتنعوا فسام صبرا فاعيا نيله فقضى سكي سبعه سكي شفت حق الله سكي من قالوا ندوركم ترجموه لي شور كلام البيضان سكي معناها عن لديب يقد جعود قادر يا غير يفوت عليه يتخطى عليه شيء يجبروا الاخر اسمع حق الله والله مش ممكن قال لك بين النظرة ما هي واحدة والتخميم ما هي واحدة رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا فسام صبرا فأعيا نيله فقضى قال واحد من العيال ماني متفق ديهم شفت بغيت ودرت ولا ريت وغلبني نصبر ذاك ومت لكن اللي قايل مولي البيت نعيش من بعد فهمتين ايش قلت قالوا قلت عنك ما اعتمدت عليه ترجمته زين حد باللي خلى واحدة شوف شفت بغيت ودرت ولا ريت وغلبني نصبر ذاك ومت جاب اللست خلى السابع شفت بغيت رأى فحب شفت بغيت ودرت فرامل الوصل شفت بغيت ودرت ولا ريت فامتنعوا فسام صبرا جبت بغيت ودرت ولا ريت وغلبني نصبر ذاك فسام صبرا ما خاض عليها فسام صبرا قاس فاع يا نيله وغلبني نصبر ذاك ومت فسام صبرا روغ الصبر ما خاض عليه سكرات ما خاض عليه المحاولة قال له بابا يرحمه شفت امرأة كتلتني حشاك هو يتكلم الوالد وشوف الأدب شفت امرأة كتلتني حشاك ملقاها رغسولين افتفت منعت ذاك ودرت نصبر ذاك وغلبني نصبر ذاك ومت زي مسكي منعت ذاك شفت امرأة رأى كتلتني حشاك فحب فرام الوصل شفت ملقاها رغتو لين افترت فرام الوصل فامتنعوا منعت ذاك ودرت تصبر ذاك منعت ذاك وغلبني نصبر منعت ذاك ودرت اصبر ذاك وغلبني نصبر ذاك فسام صبرا فاع يا نيله فقضى قالوا اعتمدت عليها هذا روخر مغني يا غير ما قد اعتمد على ذا والله فاتوا ذاك انتم هو ذا طبيعي يا غير يا غير شفت قال شفت بالرغم من انه خلى السابعه ما جابها قال لغنى قال لغنى زين والله قال قاف زين حتى اسمع ولذلك والده ما شامله شفت انا شفت انا سكت عنك بيا ذا اللي لين نقول لك انا قطع عدلت معاه حلقه من برنامج مع الادب تابعت انا والله تابعت وغلبني يحكي لي قاف في الغزل هو ذاك هو ديما 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 تكلمت في قلت عن الصوره الين تجي اسوا الصفه اللي جات بها واسوا المرايه اللي انعرضت عليها سواء كانت مراية التوجيه ولا مراية الغزل ولا مراية البكاء على الإطلال اللي قاع هو لا جزء من الغزل المهم ان تجي الصورة كاملة ما هي متكسرة الين تجي الصورة متكسرة يعود الانسان تعب راسه ولا قال شيء وقال شيء من الكلام المنظوم يا غير ما عنده قيمة الأدب قيمة الأدب رواية أخرى قيمة الأدب لابد لها تعود الصورة مستقيمة ما عنده نكتة الصورة المجبورة لابد لها تعود مستقيمة الظل اللي لاهي تلتها أنت تبحث عنه من وراء الكلمات تعود
دقت تجبر بل من تمشو وذا متقاد فيه الإنسان اللي الله يوجه والإنسان اللي الله يعبر عن وجدان كلهم واللي منهم جدو ذاك سواء أيهم أمالي يعودته ذا اللي جاب ما اكتمل. أنا دائما نقول لهم عن الأغراض كيف تعرفهم بالضبط كيف تعرفوا كاملين عن الأغراض كلها يجب أن يكون مبني على فكرة إلا ما عاد مبني على فكرة ألا يعود نوع من السرد توف. أنا إذا قلت عنه والسابع ولا ابن المقداد هذه فكرة رائعة جهاد كبير وكد وجد هذا بالرزق بلا مفاد ما هو بالجد ولا بالكد الرزق ولا هو بالجهاد الرزق قبيل أصل محدود ما هو منقوص ولا مزيود لكن هو تصريف المعبود في الرزق قبيل على العباد والأسباب اللي منهم معدود ستويل عاد والعداد سبعة في أسباب الرزق يعود السابع ولا ابن المقداد زين حتى هاي فكرة رائعة في المدح ما هي فقط ما هي فقط هي فكرة في المدح هي من رجاج محد فيه اللي قيد والله السابعة قيدها ويلا عاد ما خلاها على إطلاقها ويلا عاد ولا هذا إلى عاد اللي خلاص إذا فات اللي أنت تقعد خالقه مثلا هذا الاحتمال شوف شوف إلى قال وال 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 القافل المشهور المشهور هو مشهور حتى لكن يحمل كل معاني الغزل بكل لذاذة وكل عفوية وكل عفاف أم نادم ما شافت الشافع على من التلبار على نارة نشف خلتها هو هون ما فت عرفت ليه يقول ما شافت الشافع على من التلبار هو لعب ما شافت الشافع على من التلبار معناها الشعور اللي انتاب سعيد عبد الجليل فهم هم يقول لكم عنه راه واحد ما شاف ولا يخلق له مخلي لكم ولا يخلق له هو ذاك قولانو حشو حشو بعض منين يتخلص كل شيء عنده فكره منين يتخلص هذا ملي من اللي ضعف الادب هاك عن الادب اليوم عادوا الاغراض انا نقول لهم عن الدهر عاد المدح مات للمدح وعاد الغزل مات للغزل وعاد البكاء على الاطلال قاع ما هو خارق وعاد النسيم ما كيفته وبعدنا باحلين قاعد احنا الواحدين في شنو؟ بتحكي قايلة بكل انت لا كيف عيد نقول لهم على عن كيف عنا خارق المنجرة وخارق المسمكة وخارق المغسلة وخارق المدجنة خارق المطلعة والمفسد وخارق المكيفة وخارق المكرز شنو وصلنا معناها؟ هذا المفعل خارق المفعل المفعل الله يجر طرف يا استاذ شنو معناها عنك اليوم تجي البقالة فيها المطلعة تقدر تجيب بقالة انت اللي تمطرك فهو رقاش ما هو تعني لي اي انسان مثلا لا يستحق ان يثنى عليه يسوى هو منهم يجي يلعب عنده دريهمات فقط من اجل الدريهمات فقط من اجل الدراهم فقط يوقف يقول لك الطلعه من المدح بكم؟ ب 300 الف دير فيها اسمي وديرها في الوت ذيك الطلعه بكم؟ ب 400 الف دير فيها اسمي وديرها في الوت ذيك المطلعه هذا خسرنا المدح الله والناس اللي كانوا يمتدحوا ما كانوا يعدلوا بهكذا يعطيك وينسى عنه فاتت وذا حق وتيلات شوف تعدل باش يقيس المقيف يقول لك راك تلقاه باش يقولوا له لقاه ب 60 شوف تقال في الوقت دير فيها اسمي دير الوقت الله وصفقنا هما كانوا وهكذا تقيس تقانة. كل الاغراض تقانة هما كانوا يتعاملوا تلقائيه خالصه اي وبنيه صادقه وكان المادح ما يمدح يكون علاش ولا يقول يكون شي شافو محمد العيور ولا متار قط قال قاف واحد وتهيدينا وحده في عمره كامل لماذا قال انه شي ما شافو ما يقدر يقول يلا لما تلقى وزين تماما حتى شوف الكافيه والبوسيف الين 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 تلا الين فترته فاله وذا هي هو الكافية وهو وتمت فال الا ما رضاك قاس بها جانب ثاني يقرب لك من ذا يغير يكمل الصورة قول الفالة معمول عليه الهول الى عادة تبقي حقها اخبيط الواقي مخبر فيه ومخبر اخبيط الرمقاني والله الله
ونعرف زاد الشور اللي فيه خنيق المهر الفوقاني اللي هو ارتد محصر. زين حد ذاك استدراك زين الى عدت الدور الا هذا الله يرحمه راولك ما وقال يا عاد اللي زاد يم تحنكيش وتفقريش اللي اللي ذا هو يعرف الرمقان ويعرف الواد فتاه ويعرف المهر اللي فيه خنيق الشور اللي فيه خنيق المهر الفوقاني هو رتفد محصر زين حد معناها ان العبد كامل هو معناها ان الواحد يقول جهون وجهون وجي لين يجي واقف في حيره ويقول يا اخوتي انا شنو واسي هو ذكاء وذا هو بدل منين قط قلت ان الحيره ما هي موجوده ما هو في الشعر الحسان بيلي الواحد يتماشي تماشي تماشي يقول اللي يوقف حمارو في العقبه يجي واقف الكافيه قال انا نعرف ذاك معناها انه فات قال لها شيات اخرى حري كان غلان الشكت عن الخمسه حكم كل بعد جانب مولانا والليل ونحن وشو وقال له وقال له وقال ما تلكون يا اختي يقول لا خروج وباء الى عاد بعد اللي الى عاد بعد اللي كملني عندك تزيوين رانيك من الزيو ورانيك نعرف هذا ونعرف هذا ونعرف هذا هون هو وصل لمرحله الحيره ما ترى يعرف شي واسي ياك يقبل خلق فال عاد يبحث عن مثلا يا ناس راوكم ذا الشعر الحساني فيه زين حتى فيه شمل الجماليات شمل الجماليات عظيم شمل الجماليات حيد عن القياس حيد عن القياس شو هذا ذا كان جماليات وقايس على جماليات الشعر الفصيح بما ان موريتاني كامل ياسر من شعراء ويحكوا الشعر شوف ذيك الروايه انا قط ناقشتها وقط كتبت حتى فيها كتابي من جماليات الشعر الحساني مقدم له بمقارنة بين الشعر الحساني والفصيح بعنوان الجماليات المشتركة الملامح الجمالية المشتركة بين الشعر الحساني والفصيح الشعر الفصيح هذا ديوان العرب وديوان اللغة العربية ومركز تعبير العرب وإلى مر العصور ظل صامت صمود اللغة العربية اللي ما قدت تسقط ولا قدت تضمحل ولا قدت ظل هو صامت غير الشعر الحساني قابل برواية أخرى الشعر الحساني عنده ميزة الشعر العربي الفصيح في التعبير وزايد هو بذل اللي يقولوا له مجتمع البيضان التقراح للبلاغة ما هي هما بليغين الاثنين انا نختارك تسميه لي التقراح تقراح ها سمعت به اللي شوف لا هي نعطيك بعض الامثله غير التقراح نظيرها في الفصيح شنو ذكاء ذكاء المفرط ذكاء ل ل ل ل ل ل ل القنص قنص كلمات فكره رائعه مثلا نزلت فلي على بتر البلاد اللي مرات اخرى هذه تعرف ذي قريج ابو عميق شوف 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 ممتن بلاغه رعيان البر ذكروا خيرا جزاهم الله خيرا يا كنت ترد عني خيرا لا تترد عني خيرا شوف هذا قفان من حويويص عيني تجري بالدمعة على النحر صبابة شوف مقرب ذا ومزين وممتن بلاغته انا صيف سعد تهمان الوالد انا ما عميق ما فهمت من فكره ذكرتي ما توفيت نختير ونوصلها والله نختير ونوصلها لذلك بيت من حويويص يقول فيها رقاش قد الباقي يقول يا غيري ليل تلاه يقولوا بالفصيح لابد له من بيتين على ثلاثة لابد له من بيتين اياك قد يقول ذا اللي لا يقول قد يقول بيت ما فيه كل شيء فيه كل شيء يا غير جزء من كل فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم هذا بيت قال ياسر من اللي قد يقول الله الله يا غير عقبتها وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي مثلا يا غير بعد البيت الأول مولي حكم الشامل تماما يا غير فمبلغ العلم فيه معناها الضمير راجع على ماضي فمبلغ العلم فيه
أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لا يمكن، هذا الله هو الحق. صلى الله عليه وسلم. هو مثلا أنا اللي هامني نوصل له متن إيجاز الشعر الحساني، قدرته على الإيجاز، قدرته على توصيل الفكرة، على الإيجاز، على الإيجاز. بيت من حويويص تقول فيه عالم من الوجدانيات، لا أول له ولا آخر. حويويص فعلا شفتوا، هذا هو هو الفكرة اللي عمكم توصلوا لها أستاذ دد. وقط قاع فتنا كيف تعرفوا، فتنا ما شاء الله أثرينا عندي عنا اللقط زين عليه والله، زين عليه ياس من المرات مولي فيما يتعلق بالعلاقة بين الشعرين والعلاقة بين نسيت لكنهم عندهم نفس الأغراض، عندهم نفس الأغراض مولي، نفس الأغراض. لكن أنا بعد قاع شاك أنا رواية نفس تصميم الكتابة، أنا أتهم عن ذا كامل يعود إلى قدرة الشاعر وقدرة المغني. حال شفت نحن تهوت ياس من الدهر في الشعراء، ما ريت واحد كيف محمد بن الحميدة، وتهوت ياس من تتعد الشعراء، ما ريت واحد كيف المحمدي على سبيل المثال، وتهوت ياس من المغني، ما ريت واحد كيف محمد الهدار، وتهوت ياس من المغني، ما ريت واحد كيف سيدية. شفت على القايدة وين تخرص على سبيل المثال؟ نقبض لك واحد مثال منهم، مرهف الحس وشاعر بيضاني حق حق، يقول الفصيح ويقول الحسان، كنا نضرب لك مثال. لا خليك شمت الروعة من قولته أيا مقلتي هذه مغاني تنوبك، هو يغني على تنوبك. أيا مقلتي هذه مغاني تنوبك، إليها بعيد الهجري قد كان أوبك، فنوحي بها وعصي العذولة، فما له إذا نيح في مغنى تنوبك أوبك. سكي 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 أنا ما خليك شمت من وراء حين نقول لك شفت لحق الله افتح لي هون قوس والله والله شفت هذا منادم صاغ بلغة عربية سلسة فصيحة ما 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 محشية بشي قال له تقراح تقراح مجتمع البيضاء. هو قلت لك عنه مين اللي شوف أنا قط قلت عن سبب نجاح القصيدة الموريتانية مثلا في 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 هي اسمها في مسابقة أمير الشعراء، نجحت القصيدة الموريتانية في اثنتين من التالبات يا أخي. تعرف لماذا؟ لأنهم يفكروا بتقراح ذا المجتمع اللي هم منه يكتبوه بالعربية الفصيحة. أول هامي نصحكم له، أول هامي نصحكم له أستاذ أساتذة. تمام. منين تخرص قلت له؟ يا هو لك هو كيف قلت لك هذا يرجع إلى المغني وقدرة الأديب وقدرة المبدع. في رهافة الحس وفي تطويع اللغة. منين قال بوه هذا بوه الأسياد؟ منين غير ما يقدر يقولها ما هو ولا ما يقدر يقولها ما واحد منهم ولا يقدر يقول حوات ما دون مرتبة التنبي ذاك من المكارم والمعالي، ما هو واحد من ذا المجتمع يعرف كيف يفكر المجتمع في هم يقول لك ولا يقدر واحد يقول 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 مثلا لا كيف 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 ادم وما نحو ارخص سريتهم دمك ابن عمك كنت هو ارخص دمك ابن عمك هذا ما يقدر شفت انا منين مهمني نوصل الفكره على نحن ما لنا ساقطين من ما لنا ساقطين من كوكب خارجي، احنا امتداد الامه وهذه الامه جايه اصلا من هذه الامه اللي قالها الامه العربيه باللسان وب النسب في كلتا الحالتين خالق، وحد عاد عربي باللسان والله عربي بالنسب ذا كامل كله يزيد فصاحة ويزيد بيان ويزيد قوة ويزيد إمعان في التقراح كيف قلت بتم أنا راجع لك عن أبو هندور نعت لك المقارنة عن هذا كامل يعتمد على الأديب كيف له يذلل الكلمة ويذلل الفكرة هو قال نعرف نوبك كنت نقرأ نشرب جاني جاي حاسي نعرف نوبك كنت نقرأ نشرب جاني جاي ما نوقف مشات بقرة والله جاني جاي سكي سكي سمعت هذا من رهافة الحس من الله سألت من بعد حول جاءني جائي فقال بعدكم ما جاءني جائي فقلت قولكم يا جاءني جائي ما جاءني جائي ما جاءني جائي شفت الصح شفت خليني نقول لك شوي هذا هو عن أبوه وين واحد كيف ابوه؟ اللي هو السؤال احنا اللي هنا ما عاجزين الفكر خارقه شوف محمد شوف شوف انا اللي قلت ما انا متخارج شوف لبنه لا تماري باطل لا تماري ما انا متخارج انا اعطيك مثال انا شفت لبنه لا في التماري انا ظاهر لي عن الحسانيه
لابد مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية. ايوا شفت لهنا نضرب لك مثال. هو بالتالي قد تستوعب أدبها؟ الأديب يعدل من الحبة قبة. ويعدل من القبة حبة. هاك حبة. يسقر القبة القبة لين تعود ما تتخلق. ويكبر الحبة حتى تكون ماتت. سمعت حاجة قايلة. إن أشهى ما تشتهي النفس بنا ليت أنا بها الحليلة باللغة العربية الفصيحة. اللغة العربية جميلة وجمالها لا من أصل أخي ولا في ولا في علو يبردو ما يقد قاع تقارن بأي لهجة هذا علو يبردو. إن أشهى ما تشتهي النفس بنا ليت أنا بها الحليلة غبنا هذا لا تماري. زعمت غانياتنا أنه النافقن عندي في الحب والحسن بنا. قلت كلا وكيف يصلح هذا وبقلبي غرام بنا أبنا أي أقام كل يوم يشد لي بحر هم من هواها إن الجديد لوبنا اللا كل ما تقدم هم نقول لك عنه هو هون وسعت كتاب هي وسعت كتاب الله له وغاية أنا عنه هو إحنا خلي خلي أنا فكرة هم يوصل مستعدد خلي إن الحسانية جزء من اللغة العربية نعم أنا هم يوصل له على عنا ما نقد نقوله عن والله إلا بعد على كل حال بعد ياسم البحث ما نقد نقوله عن الحسانية قد تمرت اللغة العربية بشي ما بينهم مفاضلة ما بينهم مفاضلة ما بينهم مفاضلة شفت هون هون المفاضلة قاعد ما صالحة بينهم كيف قلتوا هي غزيتوا مهما تقع من المقارنة ما صالحة الله يخليك بينهم قاعد ومنين صرنا نرجعوا نحن شعور الإنسان اللي له تم حمل مبارك عناها مبارك اليمين من إنجيل أحمد محمد وقف وقال لحقت فيد غرض التخمام ولا قبلت في الغرض التوريق ومن الكوز مشاتب اللي دام لدقيق وحصل فانف فيك قالوا الوحدين من الناس اللي ما هم ناصرين خارج انت تلميذي ما هم قاعد عارفين من منين جاي دراعتك دخنه وكان قاعد بليده من الزاويه ولا هم الشهر به التواضع هو في طمع اللي قد يشهر هو شريه متعدل وقريحته زينه وكاتب معناها ومطرق تطرق اولاد زواي قال له لحقت فيد غرض التخمام ولا قبلت في الغرض التوريق ومن الكوز مشاتب لدام لدقيق وحصل فانف فيك هذا مش بالسبق هو هي هون الحسان يا خارج واذا القاف كان خارج في علم الله يقال وين هو مبارك من الله يستهدع لي قالوا له هي شنو قالوا لي ما ارى لحمت كيف ان جات اسمعها ما ظلوا لبات ربها تلبيت لما طلعت في كفاله عبد الصديق والدهره هذا هون الحسانيه اذا كان ملموم في علم الله اذا النوع من النظم والنوع من اللغنه واذا النوع من السبك واذا النوع من تراكيب الكلمات كان يا اخي قريحه لله تماما ذي ذي اللي توصل له لاهي لاهي توافقني في الطرح ما افقد في قاع اللي شو اللي شو ما في قاع مجال المقارنه اللي شو شو الادب الاندلسي في مرحله معينه اعتبر ما هو من اللغه العربيه وهو درك من اهم روافد الادب العربي وموشحت لسان الدين الخطيب. بن الخطيب الاندلسي هي اروع اللي قط قال جادك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلسي لم يكن وصلك الا حلما في الكراء وخلسة المختلسي ديوان المحقق عندي مجلدين فيها 700 عنوان ولا فيهم هذه فيهم اللي ما اعتبروها هو قاع من اروع اللي قال سمعت هي اروع اللي فيه هي اروع شي قط قال وهو هذا ما اعتبروها شفت الحسانيه انا بالنسبه لي ما هي لهجه معزوله عن اللغه العربيه ملمومه في زر من اللغه العربيه جزء من اللغه العربيه ملمومه في زر مرحله من مراحل تطور اللغه العربيه جابت نوع من التعبير من التعبير الحميمي الحميمي اللي نقول لك الحميمي معناها مسألة ما يقدر يعبر عنها ما هو بذي الكلمة اسكي ما تقدر تجيب كلمة مماثلة لها شوف دقة التعبير من اي لغة هذا هذا اللي قلته شفت يا استاذ دبر اللي قلته ما في قاعدة توف اصلا ما في كلام شفت اللي قلته التعبير من اللي دقيق معروف شفت اللي قلته واللحمة ديورة واللحمة ديورة الج اللي يجيب كلمة من الحسانية وعادة عربية فصيحة لكن تحفظ ولا يقاس عليها كشواذ اللغة العربية هي بكاء حمامات يغنين بالأمس يرد قلوب المرعوين إلى الدكسي.
هاي الدكسي دكس عادة سيارة مسار المثل عادة الناس تعرفك هاي تمام ها الصراط بكي بكينا لأيام بكيت لمثلها فأصبحنا من جنسي وما هن من جنسي كما أن في القرآن في القرآن كلمات ليست من أصول عربي ذيك عادة عربية غير عادة عربية في الأخير ذيك ما ينقال لما ما تلات شفت الصراط عادة عربية ساعة جات في القرآن عادة عربية قال الله تبارك وتعالى انه بلسان عربي مبين شفت القضية ما هي غير هم نقول لك محمد الأحمدي ورا هون سحسن الدكسي اللي هو العين دي عادة حسانية فهمت قايل لك به هذا ما هو مش بدقتهم فأنا المرحب يا ربي عيون محمد سعد والخونة يا ربي شوف الدقة يا ربي عبيدك عين ووقت راخي تدبر وذنوب كثر وسنين كثر وكثر تجبر قوي ومتن يقين واحلم عنه واغفر جوره يا قوي يا متين يا حليم يا غفور يا غير شوف الدقة قويه ومتن يقين يا حليم يا متين واحلم عنه واغفر جوره يا حليم يا غفور بالترتيب يا ربي عبيدك عين ووقت راخي تدبر شواسة الشيخ المكي وسنين كثر وكثر تدبر وكثر تجبر قوي هما التنيقين واحلم عنه واغفر جوره يا قوي سكي. يا متين سكي. يا حليم هو كان قد يبادر انا عدل نفسه بالترتيب لا عدلهم لف مرتب نفس الترتيب وقابل ذوك بذوك قابل ذوك بذوك خبيطك زين ويفرق به طياب ووزن وحلاوه ما فيه تعقب ولا فيه زحال ولا فيه نياب الشيخ اصل زين هذا قاف من قيفان هذا قاف من قيفان للقتري يقول له واحد يشاهد للقتري يقول له واحد يشاهد تتكلم محمد فاضل قلت أنا لقيت الحقيقة والله هي هذا التثمين اللي درته فيه الأدب الحساني والله الشعر الحساني اللي زين حتى وصحيح حقيقي يعني حقيقة اللي وصل قاف من 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 بيت من بيت خمسة تقريبا حد وجرات ما يوصل للمستمع المتلقي وعلى يوصله بيتين من الشعر كيف قال إشارة ددة قبيل ومن التالي تخرصوا قاع الغنى الأخر فيه شماية وفم البلاغة وشماية وفم الشيء مثلا ذوك وهو عنده تعبير لا كل ما دخلته في الغنى تجبروا الشيء أزين من الشيء إلى ما لا نهاية الغنى تعرف 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 سر زين وشنو هو أنه امتداد للغة العربية لو لم يكن يستمد لو لم يكن يستمد قوته البلاغية وقوته التعبيرية والذكاء الفطري عند مجتمع البدو العرب ما كان يوصلها وانا بعد سامي الراجل مشى الى ولد العربية هي لطفيلة حاكمة قربة لا يتنفلت عليها قالبها قالت لبوها يا ابي امسك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بي فيها مرفوع او منصوبه مرفوع ومجرور هو قاعد لا منكم ولا اليكم شوف هو الحساني لا هو ولا الايام ولد الحمزي يتخارج حد زين قريحه من مولود ولد الحساني ماله قبل هذا من القايد الغنى منه ولا البيضان الا البيضان من هم العرب عرب ايه قصدي البيضان وصول العرب لا هو هم اربع والغصن محمد قطعت العواذل خوف الجفا وخوف الحشيشه انتم كفا هذا هو لبن الأحمد يور محمد والأحمد يور هي والله يغير يغنيه المختار يرحمه المختار تعرف حد سمع هذه يوم اللي عندهم وشاف لي الصورة وعاد يعرف وصنت الدموع على داء أربعين بوادي الأراكي ووادي السفا حد يعرف تزيد ويعرف تيجد يقولوا له إلى هذه المنطقة يقولوا لي فرشي والله ويعرف ما اللي انكسرت بينهم الحشيشه يقول المجتمع قطعت العواذل خوف الجفا وخوف الحشيشه تنتبه راح المجتمع البدوي شفت هذا ملي هذا ولدي شفت هذا هون هذا هون سببي انا يا سعدد هذا هو كيف قلنا هذا خاص به محمد الاحمد جوهر هذا من الذكاء وهذا من ادخال تطويع الحسانيه في اللغه العربيه يا غير خليك وتطويع اللغه العربيه يا غير خليك عجيب وغريب يا غير خليك هو خليك هو بعد خليك والله خليك وعاد جزء من ثقافه المجتمع وقولوا راكب وتعرف كان عاد جزء من ثقافه المجتمع سابق بعد نقطه عن اللغه العربيه اي نحكي لكم نصهم نختاركم
تسمعوه. انا سابق تحكي تسمعوه. تحكي نص نختيرك تحكي لي اطلع والله طالعه قلت انت عن اللغه العربيه الله يبارك فيك وضروره هذا عجيب قاعد يقع الخاطر على خاطري سبحان الله متعلقه باللغه العربيه زين بين نحكي عليكم والله هذه الطلعه اللي نحكي عليكم هو القرآن هو نصرة رسول الله هذا حكيته في بعض صلى الله عليه وسلم سابق بعد نسأل الله يحشم رجال حق من لف سيد اللي هم يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما حشم ما غلى لي أنا جبرونا أخون قولين تنقطع ما هو على مستوى شيء لا دع بسم الله تعرف لكن هو لكن خالق في اللي قلت له عنه الشين هو اللي شين أنت والله ما شين شي فيك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مو شبو قمت لين ذاك وهذا النص اللي هي نحكي هي نحكي نص وشوف منين يتكلم عن دور اللغة العربية في تقوية الوحدة الوطنية ولا ننسى عن هذا الأرض طلع الله لا طلع واحدة ولا ننسى عن هذه الارض انا الحمد لله انا اللي اذكرها لي رجال والله لا ننسى عن هذه الارض الحمد لله عنها من ابنائها كاملين مسلمين الحمد لله هذا من فضل مولانا بعد الحمد لله وتعايشوا عبر الزمن على هذه القيم الاسلاميه العظيمه والله والله ما في رجاج قط شاف رجاج عاقد وجهه حق الله يا رب وهذا يذكر ويشكر لهذه البلاد الحمد لله ولابناء هذه البلاد معناها عنها نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي تطبيق ما جاء به اتباع ولا خالق تطبيق أشبه من ديار اللغة العربية في المكان اللائق به ما خالق نصرة زاد زين عنده من هذا ولا خالق لغة ولا خالق شيء مدي أشبه من نصرة لا يتعدى له من تعود المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد هذه هي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية أن يكون المسلمين متحابين ومتحدين وملتحمين فيما بينهم أكفهمتوا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل علاش على عن هذه الطلعة اللي نحكي عليكم قلت لك هي دور اللغة العربية لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم هي الوحدة الوطنية دور اللغة العربية في تقوية الوحدة الوطنية دوركم اولا نختار الناس تعود نختارها قاعده تعقب تعود مطبقه في المناهج التعليميه ونختار شيوخ المحاور يطبقوها هم من انفسهم بها اللي هذا عادي لا يخصش نختار رجال اعمال يرعوه في المحاضر اللي منهم ما هو قادر يرعيها وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين يطبقون هذه الخطوات ومنين يعدلوها لا تلاقوا يسولوا عن الوحده الوطنيه يعرفوا عنها الخالق الله بهاش به اللي من تكلم لغه قومي امن شره وامن شرهم معناها ايش توفر له خيرهم وتوفر له خيرهم معناهاش معناها الوحده الوطنيه. حق بقى. يهرموا لي تاني وها اتحدوا وحده قويه محال يهزوها الاسواق الجنيه والانسيه. وباش تعودوا متحدين اقراوا العربيه لين يعود الكتاب المبين النازل في بالعربيه يتلوه الموريتانيين جميعا دون تعكلي. ابناء هذا الوطن كاملين يتلو القران العظيم. وبداش نعودوا متحدين اقراوا العربيه لين يعود الكتاب المبين النازل بالعربيه يتلوه الموريتانيين جميعا دون تعكليه واقراوا في الساعه والحين اللغات الوطنيه لين يعود البيضاني بين ولف خباري في الولفيه وخباري في البولار منين يخاطب بالبولاريه زين ومكن من شيبانيين سوانك في السنوكي سكي 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 واعتمدوا عودوا معتمدين في كتبتك التقريه على الحروف المتحقين عنها عربيه 100% تموا متحاشين لحروف اللاتينيه. زين. هذا اللي نتواسوه يعين على وحده حقيقيه متنهفات قبيل الدين تاريخيه جغرافيه. والى ما ذاك واذا بين الدور تم تجاريه فم اللي معانا واللعين دور يتم بجديه يدخل من الشمال ويمين كانوا يطرح بالكليه بوبيه بين المسلمين ومخبر سكي. فطري حد بوبيه سكي مخبر زين ايه يلي لا عرفينا من شيء نيتو المحاليه
ولا را فينا شيطان الانس نية نية لا رانية شينا في الجمهورية الاسلامية الموريتانية ظاهر اللغة العربية اللي موجودين اليوم في بلاد شنقيط اليوم في هذه الارض موجودين الكتب المؤلفة بالبولارية والصنوكية والولفية ومكتوبين بحروف عربية هذا موجود في هذه البلاد وهذا هو اللي قد به المحاضر الزنجية من محاضر بولارية ومحاضر صنوكية ومحاضر ولفية يوقفوا في وجه الاستعمار حق. ويقاوموا الاستعمار وينشروا التعاليم الإسلامية وتعاليم اللغة العربية من خلال محاضر بوغي وسيدي بابي وكي هيدي الله. لماذا لا نرجع إلى هذا؟ أكسين. من دارتي شنو سؤالكم؟ شنو تعليقكم أستاذ محمد فاضل؟ لا فاضل. أنا بالنسبة لي تفضل أنت لا تكلم لا تفضل أنا اللي قلت حقيقة الاعتماد فيها على حروف عربية وعلى أن نعود نقراها شو خاصة الحد وقاعد الله يعود احنا لغتنا كاملين لغة القرآن كمسلمين لغتنا لغة القرآن احنا بيران يعني نكتبوا لله نكتبوا كامل بالعربي وذوك ككوار راني كوار بعناصر من ثلاثة والله لأربعة يلا يكتبوا ملي لغتهم لا بالعربي بين العربية هي لغتهم وهي لغة أجدادهم بيمدلي فيهم بعد قال له البولار في العصر قبيل العرب يمنجي ولا شك أن السوان كذلك ما سمعت والأخرين هم اللي مسلمي ما شعلي والما شعلي المسلمي كان لي يلا يعودوا يكتبوا اللغة يلا الدولة تهتم بالتعليم تعليم هذا اللي قالوا اللغات الشعبية يا غيراش تعليمه كيف قلت أنت بحروف عربية ما هي حروف لاتينية تقد تعقب سعود موجب للتفرقة من حيث لا نعلم هذا لا شك انه هو استاذ دد عندك عن التعليم والله عندك على حد يجي المحضر على استاذ دد على سبيل المثال وشاف فيها الشيري وقام قالوا اللي في البقاء تاثروا وشاف فيها واحد ثاني فات عاد مقمكيه غير مكتوب له فلوح بحروف عربيه مبايسرم جام مكتوبه له بحروف عربيه وشاف لوح ثاني مكتوبه له بلغه عربيه وبحروف عربيه بريحاره دمقال وان بن نيار نيت مكتوبه له كيف يتعلم ليش تقول عنه؟ شفت انا المساله بالنسبه لي مسلم ان المجتمع القاسم المشترك بينه هو القاسم الديني القاسم الاسلامي هذا هو اللي يحكمنا كاملين والقاسم الدين لغته اللي هي اللي يفرض علينا نصلوا بها وفرض علينا نقرأ بها الكتاب وفرض علينا نقرأ لغة عربية إذن هي تلقائيا لغتنا كاملة غير أيضا اللغات الأخرى لغاتنا يلا نعرفوها فعلا يلا نعود نتكلموها حق يلا يعود ذاك يتكلم الحسانية وأنا نتكلم الورجية ونتكلم البولارية ونتكلم السنوكية هذا هو الملتاني الحقيقي صح هون يعود حتى المجتمعات اللي فيها الاثنيه تراها حالتها هي تراها تتكلم لغاتها كامله تراها تتكلم لغاتها كامله معناها عن الاعتماد فيها على حروف عربيه اها ذاك ما فيش شد اخبار انت شفت الحرف الاجنبي اللي انت تكتب به معناها انك انت حيت راسك انت حيت راسك وحليت محلك اخرين فتحت باب الغزو انت عندك حرف فتنا قلنا انه هو لا القاسم المشترك بيننا هو القبه اللي احنا تحتها كاملين نتعشى وسط ناكل تحت اطعمتنا المختلفه غير هي قبه واحده قال الاسلام والاسلام لغه العرب العربيه اذا الكتابه لا بالحرف العربي لانه ما هو نحن عنهم هو ما عن ذوك عن ذوك الحرف العربي إن كاملين حرف الإسلام حتى الأمريكي وإحنا منين نعدل الجمهورية الرجال الأوائل الحمد لله المنشئين لهذا البلد قالوا الجمهورية الإسلامية حتى الأمريكيين المسلمين منهم وهاش بعدهم يقرأوا العربي شفت إلينا نعدلوا بالصيف لا تمشي الحياة بسلاسة تمام صحيح لا تمشي الحياة بسلاسة اللي شو هي خالق شي من القيم نرجو الله تبارك وتعالى ألا يبتلينا بها هي قيم العنصرية والتمايز شو اللي قعناها ما هي قيم شمل الإجرام شمل الشوارع اللي ما يصح فينا دينيا لا يصح فينا أخلاقيا كلنا اللي نقول هون فينا معناها أعني الموريتانيين كاملين يعني بدون استثناء ولذلك
لا 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 قال إلينا إلينا إلين ما يخلق ذا ونعودوا أصحاب ونعودوا لا نعودوا ما 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 كنت نظن الشقع يغلي يغلي الشقع معنى يعني مثلا ما خلي شيء يشبه عندي وأجود عندي من الموظف الموريتان اللي يجيه إنسان ويدخل عليه منين يتكلم له بالبولارية هو يتقن البولارية ومنين يتكلم له بالسنوكي هو يتقن السنوكي ومنين يتكلم له بالوفية هو يتقن الوفية ومنين يتكلم له بالكلام العربي هو يتقن الكلام العربي ومنين يتكلم له بالكلام الفرنسي هو يتقن هذا أنا أعتبره هو الموريتاني 100% الله يسوى هو أبيض هذا 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 هذه هذه منهجيه سليمه وصحيحه سليمه وصحيحه سليم انا عن تبنيها والله اللي ندعو له هذا لا يقودني ايضا بقدره الحسانيه على التعبير زين زين حتى عن الواقع لا قلت تحتوي الواقع المعيش لا قلت ولينا ولينا الينا الينا الين ثلث هلاهي لا تشوف الأمثلة فيها لا الأمثلة فيها لا الأمثلة فيها صحيح صحيح الأمثلة فيها وحدها ذا هي لك هي تعبر لك تلخص لك الحياة ما شاف اسمه لا تنعتونه ما شاف اسمه لا تنعتونه معناها ما جاور المتعطش جاور المتعطش حق صحيح صحيح فيها هي واسعة النخلة يرضلها لا لا لبعيد منها شو لين تخرص الابعاد انت تخرص الابعاد المنهجيه لهي الامثله ذي هي هي ما فيها واحد ما عنده معاني غريبه معاني غريبه اي حق لذلك شفت الكافيه لين لين دخل مشكلته مع حله قال انه سابقا ما كان شاكن قاع خالق شتله على حد يغلي الشي قاع على حد يغلي قال لحقتني حله دهر الهي ماني في البيقي سمع يعني كنت بيقي سمع والله عدت نرفع عليه ونبغيه ونشريه الى ريت نشريه الى ريت ينباع اللي هو له اللي هو بيقي غلات علي حل رد ما كان علي يغلب يغلى حد لبتيت وياسر ما ينعد وانا سابق هي الشفاع ما كنت ظنت لحد على حد يغلي الشقاع شوف 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 هذا اقبل فكرة من جملة غير هذه الفكرة الجملة صار قايس هذا اللي دور كامل إلين جابها هي انت بدأت يا الموريتانيين وهاو الله والله قو عدلوا 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 الجمهورية الإسلامية الموريتانية اللي هي الجملة ملخصة هي جامعتنا الإسلامية ما هو العربية ولا هو تمام وإن كانت هي عربية وإفريقية ذي الجملة ملخصة ذاك الإسلامية هي الملخصة ذاك شفت هذا إلينا تشفت هي الحضارة كل لا يتجزأ والهوية كل لا يتجزأ إحنا هذا الوطن الموريتاني وطن عربي إفريقي مسلم هذه الأبعاد الثلاثة جعلته غني بالرؤى وغني بالتفكير وغني بالعطاء فهمت لذلك كان في المنطقة بؤرة شعاع ولا كان رواية خامدة إذن انطلاقا من هذا عود عارف أن هذا التراث فيه جوانبه كاملة إياك تكمل الهوية الهوية الوطنية في هذا كامل في هذا كامل ومتكامل تماما في هذا كامل وكل ما نقص من هالشيء ينشاف فيه ذاك ينشاف فيه ذاك تنشاف نزرة صح صح نزرة حرش تنشاف نزرة حرش صح لذلك هذا الأدب الحساني روعته أنا شخصيا ما نقدر نعبر عنها بش سوش أنا عاجزان لغويا ومن روعته كاع اللي كان عاجزان لغويا لاكو فهمك لاكو فهمك أنا نعبر أنا نعبر عن روعة الأدب الحساني واللي وساني نهتم بنقده أكثر من نقد الأدب الفصيح لأن الأدب الفصيح قد عدلت فيه ذيك سحر البيان اللي تكلمت عن القصيدة الموريتانية الحديثة ما لها وما عليها وعطيت فيها رأي جعلت على الأقل ميدان للناس تقدر تبحث فيه يا غير نقد الشعر الحساني ما شفت الناس مهتمة به بينما هو
الثاني اهتمت به الناس وموجود ونقاد ياسري غير الشعر الحساني، رأيت الناس تجمعوا ولا تنتقدوا، ويلا ينتقد ونقد الشعر الحساني. أنا ننطلق فيه من مسألة ذا اللي ما هو صالح ما نعتبره غنى، ما نعتبره غنوته لغنى الما هو صالح، ما فيه لي ما عنده قيمة، ما فيه الصور ما نعتبره غنى. لغنى الزين لود الجمالياته به اللي النواقص ما هي فيه قاع، فهمت القايله؟ مثلا القاف الزين نلود للجماليات اللي فيه، والقاف ما هو زين ما يعنيني زين حتى، ها ما هو قاف بالنسبه لي. هذا كلمات منظومه والله. كيف الليل ليل والنهار نهار والخيل خيل والحمار حمار. زين زين حتى قلت هو به اللي لا يلقى الى درجه عنه يعود غنى. تمام وتو هو خارج شيء، هذا هو لا يلقى الى درجه عنه. ونختار ونختاركم انتم ذو بعد اللي ادباء وما شاء الله، نختاركم تكتبوا عن لغة. شفت استاذ بدر، هو هذا كيف تعرفه كامل اليوم جواز الادب كان زين وكان ديب فيه النوع من المدارس. كنت نقول لكم قبل كيف مثلا هذه القرايه العدد المختار لهداء الاولاد، وهذه قرايه الزرق، هذه قرايه الله. ما هو داير بها اياك ياخذوا لهم، لا يقال يدور هذه يدور ذا يخرق. وين هو ذا النوع اليوم؟ انت تلقى الى حقنا اللايلين حنيني، تهتم انت بي حنيني تهتم انت بي، انت سولتني والله الين تهتم انت بي، يهتم به محمد فاضل، يهتم به عمر، يهتم به زين. اخلي ربوا اولادكم بذي الطريقه. اولا استاذ انت شفت هذا، انتم ما تقدروا تاخذوا هذا النطاق لكم اللي على راس الادباء الحمد لله والمغنين، وانتم مسؤولين عنه دائما، ولا بد لكم انتم تعودوا مسؤولين عن ذاك وذاك التحرر. احنا ما لنا قال بما هذا من جهه، ومن جهه اخرى شنو؟ عنكم انتم يجب ان تكونوا دائما وتبقى، وهو كذلك على راس الحمد لله المغنين والادباء والمهتمين بها. هو اللي قلت لكم وزين عندنا، هو اللي قلت لكم انكم يلا تهتموا. ايه غير خلق روايه، هم نقول لكم فاهمه؟ غير هم نقول لك على عن على عن على عن اليوم لابد من ان يصحح المسار. اولا اياك يعود الانسان قد يدخل هذا النقد والابداع، والنقد والابداع هذا كان خالق، يا غير كان خالق باي طريقه، كان خالق بطريقه ملهمه ورايقيه. المختار قال له ما فات، قال له نعجن بعد الثنتين ايش قلت؟ قال له قلت عنه ما فات نعجن فيهم الثنتين. هو قول له الطفل فمتي يعرف عنه ما قد يجيب ذا بابا من يرى ذا، بابا من يرى ذا كافي من الجائزه العدل القاف زين، كافي من الجائزه ومن الفضه ومن الدراري الله يعطيه والده عنه عدل القاف زين، وعنه ابدع او ترجم ذا القاف ذا البيت. منين تعدل مدارس للنقد؟ ومنين يعدل صالون للنقد؟ مولاه ما هو راي فيه وقيه، ولا معطيه له فيه وقيه، ولا من اجل عنه يجيب قاف زين، ومن اجل عنه يجيب طلعه زين. تم كل مره هاي طلعه زين مديوره له فلان وهاي له، ندورك اليوم تسمع سمعنا طلعه زين ويطرحوا لها الناس وخرصوا لنا، هذا ستكون نواه لنقد حقيقي وبناء. صحيح صحيح، ما هو على نقد استرزاق، ولا هو نقد بحث عن الفضه، ولا هو مهرجان بحث عن فضه، ولا هو شيء قصه شنو، ولا هو تمويل من السياسيين، ولا هو تمويل من رجال اعمال. صالون ولادة، صالون النقد، صالون النقد ادب الحسان، ادب بحت. كيف كان يخلق مختار يا ابو الهدا وسيدية واولاد عبد الحميد واولاد بابا واولاد كامل، هذو كاملين كانوا يجلسوا ويظلوا متباركين على النقد. شنو ياك اللي قلت انت، وانت اللي قلت شنو انت، وهذا لا نقد. وقلع عنك ذيك الكلمه وراني ذيك الكلمه حذفتها وبيا اللي ما هي الله تديرها، هو النقد هذا موجود. انا ندور النقد، انا اللي ندور اه وسط منين فوتيلين يتمحور، ومنين فوتيلين يتبلور، يعود ذاك عاد تخانق. النقد كاي ماده ادبيه ما تقعد لها ماده لي تصنعها، اللي انت تقعد لها لي تصنعها لا هي تجيك مجموعه من الاراء المختلفه اللي كلها شاك انه الراي لا رايه، يغير لين تقعد انت وتتناول الموضوع من الشعر الحسان، ويقعد محمد فاضل يتناول الموضوع من الشعر الحسان، وتقعد انتم وتعدلوا عمرو زيد ويتناول الموضوع اصلا تستحقون عنكم تقولوا هو يستفاد منكم الراي العام. الشعر الحسان انا ماني كيفكم، انتم ادباء اديب انسى على راسهم هذا، لكن تهرم من الادب زي لين يخلق. كلكم لا يجيب رؤى هو اللي ما متوافقه الناس عليها يغير جابها، هذه الرؤى
لا يناقشها انا معاه قد توافق رؤى اخر يناقشها معاه ذو يناقشها معاه قال نزار قباني كلمة حكيمة قالوا له عنه ما هو نق ما هو ما هو ما هو شراه يقول في النقد قال لهم النقاد الثلاث الاربع جبرة فلان جبرة والاخر ثلاثة قال لهم اربعة هذو قال لهم انا اعتريه بنقد اما قال لهم الاخرين كاملين قال لهم تعرفوا كيف تاج كيف العربة اللي يقودها السائق وهو الشاعر والنقاد ذوك اللي لانقوا نمشي بوتي حتى نمشي بها يعقوب يطيحوا كاملين وكلمتي عدلتها انا ولا قال لك وشاكس قال لهم ابناء الحرم مشاكسين انا اللي يهمني انا اللي يهمني انك لا تزرق رايي في النقد وتتناول لا تزرق رايي في النقد ولا شفت رقاش ما اعتز قد يوافقك اخر في النقد لا تزرق وخليه يجيب نقده ذاك يا غير انقد انت ولا ينقد الاستاذ ولا ينقد ذاك وينقد ذاك دور توصل الرؤى الله. هذه الرؤى دور تتطور لا يذرذر عن هذو الجماعه اللي قلت انت الرنقي وفرض لهم يبقاو ذوك اللي رنقاو راكبوا طلعوا شفت يا استاذ ايه محمد فاضل ايش كنت تريد تقول؟ انا كنت نقول قلت عن اللي قال لك دد عن مثلا لابد من ذوك الرؤى رؤية يعني رؤيتك انت ورؤية عمر ورؤية زيد على انها قد توافق اخرين الين يعود مجموعة من النقاد ذاك معروفة في البلد لا هي تعود كان الادب الحساني احصل على قرعة من النقد على الاقل سوى قدها المهم بعد من فلان قد تناوله وفلان قد تناوله برؤى مختلفة خرج الصادق انا ما هم شيء عندي برؤى مختلفة تعرف هون لهي نوصلوا نرجعوا المرحلة مشينا عنها ولا يلا نمشوا عنها من مراحل الشيخ محمد الامين السيد محمد ما زال الشيء معطي له ماه مازال الخيام نظام الخيام اللي قدام تكبدي مازال الشيء معطي له هذا لو تدر ازرق الكبير شفت هذا اللي متولي المحامير نعرة بنوبة ما زلت صغير نزلت لامتنا ثم حذاه ذيك النوبة تشرب القدير مازال الشيء معطيله ماه شفت انا ندوركم ترجعون الشيء اللي معطيله ماه يا استاذ انا ندوركم واحنا ندورك انت شوف نظر كتابه ذا شفت هذا ذا الكتاب اللي عدل الراجل اجمع يا غير ما انتقد انا ندور وينتقد شفت يا استاذ الزهر دورك انت تنتقد انا بعد خلق الله دور عمرو ينتقد زيد ينتقد نعود ونجبر وشين نقد ونقراه عن الادب الحساني ما هو حد يقد ما هو كل حد يقد ينتقد الادب الحساني وانا شاك انا حد يقد ينتقد انا نقدم من الادب امامك انا نقدم اكتب لك انا بعد روايه يا استاذ دده منين نفوتوا نرجعوا لنقطة نظام ونرجعوا للأمور واهر لي عن الأمور يجب كامل أن تسير بنظام انضباط أكحد لا بد من أن تسير بنظام انضباط بهلي يجب على الإنسان أن يطرح انضباط يجي تلقائي يجب علينا نطرح رأي لا بد أن تكون هناك خطة نطرح رأي في مجال النقد وفي مجال قاع الإبداع كامل وهي مجال الابداع وهي مجال الذفر وتطوير الفكره وتطوير الكلمه معناها عن هذا يحتاج الى ان يقعدوا له اصحاب الشان ويقروا فيه والناس هم اللي تستحق عنها تنقد لكن انت ما تقدر تقعد له هو واحد فلان يقد لانسان يعود ما هو مغني ولا هو خبير في الغناء غير يعطيك فكره رائعه في الادب قلته شوف انت عندك شوف يعطيك فكره رائعه فيه شوف دمبور المدح الين يكتب عن الشعر الحسان مثلا يكتب كتابه ما هي مختصره كيف كتابه اللي عدل فيه ياسر من اللي فاد وفيه ياسر من الشزين والامتاع يا غير انا ندور شيء اكبر من ذاك انا ندوركم انتم اساتذه لا تقول انتم انا يوافق عليهم ندوركم تتعدل ندوركم تكتبوا عدل انت تكتب هو لا من ضمننا ولا منا انا اللي ندوره هو يكتب انا مسكت على كتابات هو ما بيقال عنه ما هو مغني وقاعدك يقول لك انتم الادباء داركم انتم هو ماذا قال لي نبي يعرف جد عنه العادل العادل ادب تبارك الله احسن الخالقين ما تخطى انا اللي انتم مسكت على كتاباتكم تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله معناها عن هون من هذا المنبر الا نختاروا الانضباط في ذاك كامل
لكن بعدين هو يريد انضباط وعدم التهور وعدم الإسراع إلى القضية. إلى عاد نقد ما نعجل شور النقد، وإلى عاد الإبداع ما نعجل عن الإبداع. اسمع خلي عمر يعجل، خلي عمر يعجل ولا هي يعقب يوقف له. هذا موقفي. هذا موقفي. الجماعة ريش. هذا موقفي. هذا قامت النقد كامل. شفت أنا هذا موقفي. هذا موقفي قطعاً أني متبنيه وأنه هو اللي يدعي له هو اللي زين عندي، والثاني ما نقد على الفوضوية لا في النقد ولا في الإبداع ولا في التجديد. أنت عندك ديكتاتورية، ديكتاتورية المعلمين. لا 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 أستاذ عندك ديكتاتورية، اسمع عنده ديكتاتورية غير هو ما يقول حد شي في الفصل خارج ذاك اللي داخل. هم همه همه حرية الصحافة. خلاص منك خلاص منك ما يشينا قلت لك حرية الصحافة وارك يوه ايوه صدق قلت لك يا اساتذة ايوه صدق فيك انا عن ذاك الحرية اللي دور الصحافة بالنسبة للأدباء والناقدين وأصحاب التجديد ما نبغيهم يعودوا زادهم ويبغوا حرية النقد وحرية الإبداع وحرية التجديد يا غير يمشي شوي شوي لين يعدلوا ذاك. شوف انا الله كنت اهلا وشكل تلاشنا على سبيل المثال من رجال من الحوض ومن العصابة ومن قي دماغة ومن الترازة ومن العيون ومن تقانت ومن أدرار ومن تيرس ومن منطقة واكشوط ومن الشيري ومن واديب وداخلة واديب ومن رجال الأدب تعود راعيتهم مثلا الدولة، الدولة تعود راعيتهم والله رجال أعمال راعينهم ويقعدوا كاملين هم اللي كلهم بلغ مبلغا من الفهم والقدرات في مجال وفي مجال الادب ومجال التراث ويقعدوا كاملين ويعطعطوا هذا الريد هو وكيف ينقدون وكيف يكتبون الادب وكيف يكتبون الحسانيه وكيف زين شفت هذا اللي تعدلوا قيد الناس وتوحل افرو ما نظلموا يا خلي الناس تكتب خليني يا استاذ على راحتها خليني استاذ شفت انا اللي تكتب على راحتها قوم انت قايس ذاك اللي كتبت انا ما ندور وفيري يكون في دنفده فيري يكون في دنفده شفت انا وانت كتابتك خلي ذا يكتب وفيري خلي وجه انا وانت نتكلم لك كمقترحات احنا ما نقدر نحكم حد باللي ما حكم حد حد فهمت ولا انا شاك من حد يا غير احنا وانت كمقترحات واللجنه اللي تقعد ما معناها انا اللي تقول لهم هي راه لكم النقد لا له والتجديد لا له ما هو لا هي لا هي تطرح هذا لك اللي يخرج الادب العربي اوكي الادب العربي العلوم الانسانيه كامله العلوم الانسانيه أيوة. كامله تطورها اللاتلقائي ما قد يقول تطورها اللاتلقائي عبر المجتمعات وعبر وعبر نوابغها وعبر عبر به اللي خالق الوالد خالق الوالد يحترم المبدعين شو خالقين واحدين ويحترموا نوابغهم ذي المثال اللي جبت لي ياقوت الشعر عربي خالقين واحدين اركوب معاه اركوب معاه مرتاحين بهم اللي يعرفوا ذا اللي عدلوا يعرفوا الصيغة وقاعدين معاهم تمونكي مستر واحدين ملنقي وخالقين واحدين ملنقي لا يذرذروا لا يذرذروا بيه ماش لا يذرذروا بيه ماش بيهم عودان وهو يسوق سوق زين واصحابه اللي معاه متمونكين السوق وهما ما يعرفوا ما محاكمين الشيء السيغة اللي يقوموا بها روسهم ما محاكمين بالتالي يطيحوا خلي شفت خلي الناس يقع سنة الله في خلقه وفي الحياة خلي الناس أما الزبد وحن أنا بعد المشهد اللي ندور أنا اللي ندور كل مشهد أنا اللي ندور ندور الناس تكتب ما إلهي يا غير اللي إلهي تكتب أنت واللي إلهي يكتب عمر واللي إلهي يكتب زين يعرف عنه مهيئ لينتقد ومهيئ ليقولوا الناس عنه فيها أخطاء هذه ما هي مسلمة تشفت الخطأ اللي قلت لك أنا أنه خطأ ما مسلم أنه خطأ ولا مقترح تو به الآن الخطأ الحالة نسبية قد نعودانا هو الخاطئ الناس رؤيتها ما هي واحدة اللي أنا ننظر بعين ما هي اللي تنظر التبيه ونفهم فهم ما هو تفهم التبيه معناها أن تقوم أنت قايس رواية وتبذل فيها جهد استثنائي هذا الجهد اللي بذلت نقوم أنا قايسه ونقول يا غير ماني قايسه لياك مفندو أنا قايسه لياك مقوم حسنوته ياك القوم وشفت يا أستاذ الدد هو النقد من الإنسان اللي يستحق أن ينقد أهلا وسهلا به والأدب الرفيع الزين من الإنسان اللي يستحق أنه ينقال له عن ذا القال زين أهلا وسهلا به ولا هو ديكتاتوريات يا خياتي احنا بطن الخالق لنا اللي أنت منقوله يا مولانا دربي دربي ويا مولانا كرفت كرفت هذا ما يصح احنا لابد أنا من أنت منقوله عن هذا في شي زين وفي شي شين وهذا فيه مبدع وهذا ما هو مبدع وهذا ما احنا ما نقدو الرب والأجيال على الفوضوية ما نقدو بين اللي نحن نعرف عنه مقصرين حتى 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 وما دمنا نحن مقصرين ما نمو اللي لهين تلاو
نولوا بتنبي انتقدوا انتقدوا الناس وقفت وما في الموت شكون لي واقفين. انا خايف خايفكم خايفكم تتقدموا وتزوروا اهل نتوف يخسر عزمكم عزمك انت يا بنت تنبغروا دوش بالحوطه ما عزمك انت لهم نوطه ولا عزمي نوطه هم بوطه كنتوا له بين المعتوب حق اللي خطط له ما عزمك انت انتوق لهم انتوق ونوطه غير انتوق وحزموتوا غير يا ولاد معزموا يخسر اللي جابوا له انتوق يمتن هم ودش حزموا تنبغروا انا ما يدك صح على محمد محمد راه وراك مدرسه شو هو قط جدا هو كان في التلاميذ ولا بعد كامل عنده عنده يزحم العقول عنده بقره كيف التلاميذ تماما تماما قلت لك يزحم العقول ما تخسر شيء جدا وكان عنده بقره كيف التلاميذ كاملين يحلبها العقول تم تم نهاري يا حلبه في المراحه العقول اشرب البن كلها حلن كله مستوى انا خارجين عقول البن انا صفر انت حلن نقول حلن نوفي لا نقول انا هذا دكتاتوري وكنت دكتاتوري انت قلت لي عنده بقره يحلبها ولا احمد جوره قطه خير قعد في المراحل يشرب اللبن بقرته خاض عليه عليات وقالوا اخوتي ولا احمد جوره يشرب جاق من اللبن في المراح هذا هذا هو يقول لي انت زدرينا غيد الحي ان رات فعائله منا لا نطيق اجتنابها فقد زع اهل الدرس قدما بفعلهم ويصوي مع السردان من حل غابها اللي دخل غابه يزوي صيط وراها زي المثل جابوا في راكب في بلو نوع من فصل الدخلي سرعه البديهه مجال حقيقي وجدي كل انسان من الحق الله من هذا في هذه الساحه استاذ بشوي ملاحظه قلت لك كل انسان شفت انا لا يتفضل لي للساعه وانا والله تختلف احنا قاعد حقيقه لا خليني اقول لك انا سابقي خليك اليوم من باب لا لا تعجلوا لي نقول لكم الكلمات اللي تقول انا نعتبر فصل الدخل الساحه زينا كامل وما شاء الله مبدعين كاملين ولا فيها ما هو تبارك الله احسن الخالقين الناس النواب وتصحح عنها تعود كامله من النقاط ولذلك اعتز بها وان كنت يقول الدد دكتاتوريه ما فهم دكتاتوريه لكن فيه نوع من الممازحه والملاطفه انا عمي راني زدانه حامل من انا قاع ما فاتت يعني ظهري قبال لا فت مثلا اختير نتمرفق يا غير راني معاكم تعرف تعرف لا هنا لا هنا نختم لكم ب طالعه للشيخ محمد الامين اسبوع ابن شاي رحمة الله عليه سعد لي العطاي ولا قط من انت شاي الدنيا جبر حد زين اسبوعك انك اسبوع ابن شاي متعدى لي العطاي ولا قط من انت شاي الدنيا جبر حد زين اسبوعك انك وزين اسبوع المحرد غير اسبوع ادباي من الامر ما ينعد ملا اللي غلاها مش عنه قاعد شفت هذه الطلعه قصد نقولها بي اللي نراعي في قدامي باب من بيبان ولات وعند ايد العسريه خيمه كيف كيف من ذوك الخويمات اللي خويمات قال لا تخريف على راس سليمة خلهم الخيام وإله عني خبطه وهذا لا يقودني وراك زحفه وهذا لا يقودني لنشكر المتحف الوطني اللي استضافنا في هذه الحلقه والله ونشكر ايضا طاقم البرنامج بابا مين وزملائه اللي معاه من مصورين ومساعدين مخرجين نشكر الجميع باسمكم الى تقابليني نعود متكلم باسمكم قابلينا حق شاكرين زاد احنا من قد والله شاكرين شاكرين الجماعه وشاكرين بابا مين المخرج شاكرين الجماعه اللي معاه المصورين والله وشاكرين اهل المتحف خاصه اللي قبلوا تعاون مع اللي دار في الجو بعد قاع اللي هذا الجو اللي هو انا شاكرين التلفزيون على اختيار هالمتحف وشاكرين المتحف على قبوله لاستضافتنا والله والله هذه الحلقه